اهلا بكم من جديد في حوارنا مع المرشح المحترم لرئاسه الجمهوريه استاذنا الدكتور محمد مرسي. والحقيقه دكتور انا سعيد بالقلب المفتوح وبالشفافيه في الرد والاجابات القاطعه الواضحه، وده اللي احنا ننتظره منك. وبنفس الروح دي اسمح لي اكلمك ايضا بمنتهى الوضوح، ماذا يقدم الرئيس الدكتور محمد مرسي للاقباط في مصر؟ الاقباط متخوفين من الدكتور محمد مرسي، البعض اعلن انه لن يصوت لصالح الدكتور مرسي لتخوفاته من انه رئيس على خلفيه دينيه، البعض لديه حاله من القلق الشديد تجاه المرشح الدكتور محمد مرسي. انا عايز مش تطمينات، انا عايز دكتور محمد مرسي الان في اجابته كما عودني دائما في حواراتي معه دائما ان يقطع وعودا جازمه، ان يقول لي قرارات واضحه فيما يخص الاخوه الاخبار شركائنا في هذا الوطن العظيم. انا اشكرك يا استاذ عمرو على السؤال الجميل ده، وهو سؤال مهم، وانا عايز اقول لاشقائنا في الوطن اهلي الاقباط اهل مصر ثلاث حاجات. الحاجه الاولانيه، احنا عايزين ما ننساش التاريخ، ولما نفتكر التاريخ بنفتكر تآخي حقيقي على ارض مصر بين المسلمين والاقباط من اول عمرو بن العاص لغايه دلوقتي. المسلمين كانوا دايما هم والاقباط حاضنين بعض طول الوقت. في الاونه الاخيره النظام اللي اجرم في كل شيء، اللي اعتدى علي وعليك وعليهم اعتدى على الكل. لما ميزش بين المسلم والقبطي في العدوان، هو مين اللي منع بين الكنائس وخلى الرئيس الجمهوريه هو اللي لازم يعتمد بناء الكنيسه؟ مين اللي قال ان رئيس الجمهوريه هو اللي يعتمد بناء الكنيسه؟ مش في قانون ينظم الموضوع؟ في احتياج، في رغبه من اهل الـ 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 من المسيحيين او المسلمين، في قانون ينظم الموضوع. وبالتالي الجزء التاريخي ما ننساهوش. الجزء الثاني جزء خاص بحياتي انا شخصيا، وطول الوقت كيف كانت حياتي وعلاقتي بالمسيحيين. انا لسه فاكر فادي في المدرسة الابتدائي، لا، وفيليب أرامينيوس، فيليب سفلطاوس في الإعدادي، وجرجس في الثانوي، وزمايلي للدكتور إسحاق إبراهيم، وتلامذتي اللي موجودين في الجامعة الاثنين اللي بقوا أساتذة مساعدين اللي موجودين في كلية الهندسة جامعة الزقازيق، وزميلاتي حتى البنات اللي كانوا معايا في الجامعة في قسم الفلزات في هندسة القاهرة، والدكتور رفيق حبيب نائب رئيس الحزب، والإخوة الأقباط اللي حوالينا، واتصلنا ويعني تواصلنا مع الكنيسة المصرية. وفوق كل ده بالنسبة لي أنا، وأنا بقول أنا ابن مصر اللي عارف هم الناس اللي فيها كلهم، وعارف هم المسيحيين، عارف هم التجار المسلم والمسيحي، عارف همهم كويس جدا، بقول ان انا الشريعه الاسلاميه اللي انا بقول ان انا مرجعيتي اسلاميه، واتمنى ان يكون هذا عامل مقيد لاي نوع من انواع الخروج على السياق، اي سياق لاي واحد فينا يبقى محكوم بهذه الشريعه. الشريعه بتقول ان المسيحيين لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر هو التراحم والمحبة والتواصل قبل القسط اللي هو العدل. المسيحيين أحرار في بناء كنائسهم وأنا موجود طبقا للقانون في هذه النقطة تحديدا. هل ستطلق بناء الكنائس في مصر؟ لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون هو الفاعل الوحيد في بناء الكنائس أو المساجد في مصر، إنما في مصر قانون ينظم هذا البناء، عمليات البناء، وهذا القانون يخرج من جهتين، مقترح وبيجي من جهتين، من أصحاب المجال في الحالة دي الإخوة المسيحيين، ومن أهل الاختصاص القانوني اللي بيشوفوا إزاي تتحقق المصلحة. ثم إذا كان مقترح من رئاسة الجمهورية بعد هذا الطلب الشعبي يبقى بيروح البرلمان، والبرلمان منتخب وبناقشه وبيعمل لجان استماع. حق
حق المسيحيين الذي أتبناه طبقا للقانون في أنه يبني كنيسته في المكان اللي هو عايزه دون أي إجراءات بيروقراطية، دون أي إجراءات بيروقراطية، دون تدخل من رئيس الجمهورية. طالما أن المسلم له حق بناء المساجد بالشكل الذي ينظمه القانون، فإن المسيحي له حق بناء الكنائس بالشكل الذي ينظمه القانون. أنا قلت بأكد أنه لدي رغبة وعندي إرادة سأنفذها إن شاء الله أن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية من الإخوة المسيحيين. أنا قلت بوضوح وعندي رغبة وأريد وسأفعل أن يكون من الوزراء مسيحيين كما يكون من الشباب ومن المرأة. أنا قلت وبأكد وسأفعل إن شاء الله أن يكون منهم مستشارين لرئيس الجمهورية في مجالات الحياة المختلفة، مش بس معبرا عن أن في شكل أن واحد في واحد مسيحي موجود، لا ده متخصصين بجد. هو زمايلي اللي كانوا على طول الطريق دول كانوا زمايل في ايه؟ زمايل في دراسة، سواء في الخارج او في الداخل، في العمل او في الشارع او في السكن. انا ببقى واقف قدام العمارة بعد ما طلعت من الحبسة 2006 بعد موضوع القضاء المعروف، وانا واقف قدام العمارة انا ساكن فيها في الزقازيق، واحد وقف عربية ما كنتش اعرفه. اي والله ده حصل، وقف ونزل من العربية قال لي انا استاذ في كليه التجاره، وراح مكمل لي الاسم عشان ما يبقاش فيه التباس، وقال لي في الاخر جرجس احنا معاك وراك على طول، انا حاسس بيك احنا معاك وراك على طول. انا قابلت في اسكندريه اول امبارح تاجر وابنه ومحامي وزميله وواحد رجل اعمال في اللقاء اللي كنت عامله في اسكندريه مسيحيين، وبيقولوا احنا لازم هننتخبك واحنا ماشيين وراك، احنا فاهمين الكلام اللي بيتقال. انا اتصل بيا الدكتور ادواردز وده من اهل الكنيسة، وقال انا مستعد اروح معاك اي مؤتمر تروح فيه دلوقتي لان انا داعم ليك بغض النظر عن اي حاجة. انا مش متصور ان اخواتي اشقاء الوطن المسيحيين دول ابدا انهم يختاروا النظام اللي فات، ما عنديش ادنى شك في انهم وطنيين بيحبوا مصر، عايزين المصلحة، عايزين يعبروا عن هذه الإرادة. مش ممكن يختاروا المصري نظامها القديم أبدا اللي هم عانوا منه زي ما أنا عانيت منه، اللي هم هو حبسهم سواء حبسهم في بيتهم أو في كنيستهم أو في سجن. وعشان كده احنا على قوائمنا كان موجود ناس مسيحيين، قوائم الانتخابات، وعشان كده أنا كنت بعمل اجتماعات مع إخوة مسيحيين معروفين وموجودين لغاية دلوقتي علشان نرتب ان يبقى في 30 40 مسيحي في البرلمان. احنا صحيح ما نجحناش في الموضوع، لكن كان لنا على الاقل شرف المحاوله واستمرارها بعد كده في ان احنا نعمل لست للانتخابات لو القانون بالقوائم، قوائم مشتركه عشان المسيحيين يبقوا موجودين. انا النهارده شايف ان في الاقتراحات بتاعه اللجنه الجمعيه التاسيسيه عدد من المسيحيين، وانا عارف ان بعضهم انا عارفه كويس جدا، بس في اثنين منهم انسحبوا النهارده. جورجيت قليني متخلى ما انسحبتش. لا في اثنين انسحبوا. استاذ مكرم عبيد. لاسباب خاصه بيهم. لانهم كانوا موجودين وانسحبوا المره اللي فاتت برضه. انا بكلمك عن ناس متخصصين. انا لا انسى في البرلمان المصري لما وقف بعض الناس يبرروا موضوع الخمر وبيعه كلام كده ما كانش في مكانه ولا في محله. وقفت جورجيت دي قالت ما تتحججوش بينا. احنا عندنا في الشريعة المسيحية الخمر حرام برضو، ده متسجل في مضابط مجلس الشعب، اذا التصرف حرام وحلال ده قصة عشان الحكم، والتصرف الفردي ده شيء اخر. لكن انا بقول المسيحيين يحبون وطنهم مصر، ما لهمش وطن تاني. دكتور اسمح لي، زي المسلمين في هذه النقطة دكتور، فلهم كل الحقوق. عظيم. كاملة. عظيم. انا على فكرة أيوة. انا لا املك غير هذا. طيب انا مش كده بمن عليهم. حضرتك قلت لي دلوقتي تصريح مهم انك سوف تقوم بالقضاء على اي اجراءات بيروقراطيه في عمليه بناء الكنائس، كما مسؤوليتي. كما تعلم انا لا اريد ان اخالف القانون. كانوا يعانون زمان عشان يصلحوا دوره ميه في الكنيسه، كان لازم يستاذنوا رئيس الجمهوريه، الى ان خرج تفويض من رئيس الجمهوريه الى المحافظين، فاصبحت ايضا عمليه فيها بيروقراطيه. انت توعد بانهاء هذه الاجراءات. اصل انا ليا تجربه واضحه جدا، الكنيسه الانجيليه اللي قدام مديريه الامن في الزقازيق المسؤول عنها كان بيجي لي 3 4 سنين ورا بعض عشان عايز يبني اوضتين في دور ثالث فوق الكنيسه، لا هيهدوا المبنى ولا لهم اضافه ولا هيقفلوا النور على حد،
واجريت معاه جدا جدا وما قدرناش نجيب القطين عشان يكمل الحته اللي هو عايزها في الحوش بتاعه فوق وفوق مبنى موجود. فانا عارف المساله دي وعارف القصه ديت لان انا وقفت عند رئيس الجمهوريه. انا عارف المشاكل الحقيقيه بتاع المصريين المسلمين والمسيحيين. وبالتالي انا ارجع اقول تاني ان انا ما عنديش ادنى شك في ان مسيحي مصر لا يمكن ان يختاروا غير ثورة مصر اللي شاركوا فيها ومينا من الذين ماتوا في مينا دانيال. مينا دانيال من نعم. اللي ماتوا في الثورة نعم. واللي كانوا بيوضوا المسلمين وصبوا عليهم ساعة صلاة الجمعة من المسيحيين، وكان في بنات بيوضوا ناس بيصبوا عليهم ناس عشان يتوضوا. هذه الروح وهؤلاء واللي كان بيصلي في ميدان التحرير كانوا بيحمون المسيحيين. محدش يقدر ينسى المشاهد. والعكس لكن دكتور هناك اشكاليات اخرى اسمح لي اطرحها على حضرتك برضو. احنا يهمنا هذا الموضوع يعني اتكلم فيه باستفاضه شويه. اذا كنا حلينا دلوقتي وسيادتك قلت لي انك انت هتحل ازمه بناء الكنائس، هناك مشاكل اخرى تواجه الاخوه المسيحيين في مصر. تاني هذه المشاكل ما تتعرض له بعض الكنائس. ثالثا الوظائف في مصر، المسيحيين يشعرون انهم مضطهدين لانهم لا يحصلون على مناصب قياديه في الجامعات المصريه، في الداخليه، في وزاره الدفاع، في القوات المسلحه، في بعض المراكز القياديه بشكل كبير في المحافظات كمراكز محافظين، في السفارات كسفراء، كهكذا. ماذا تقدم لهم؟ ماذا يعني تعدهم بحلول لهذه المشاكل التي شعروا فيها بأن المواطنة حبر على ورق في مادة في الدستور لكن لا محل لها من الإعراب على أرض الواقع؟ أنا عايز أقول مرة أخرى، أنا عايز دولة القانون. نعم. أنا عايز المصريين كلهم أمام القانون سواء. أنا عايز المصريين يطبق عليهم كلهم القانون. ما فيش حاجة اسمها وظائف مقفولة قدام حد. أهل النوبة ولا أهل جنوب سيناء ولا أهل مرسى مطروح ولا الوادي الجديد ما لهمش في الوظائف بتاعت الجيش ولا الوظائف بتاعت الشرطة ولا يدخلوا كلية الشرطة. احنا ما عندناش مواطنين من درجات مختلفة بسبب انهم هم على اطراف وطن جغرافيا ولا مسلمين ولا مسيحيين. هذا كلام يجب ان يزول، يجب ان يمحى من الحالة المصرية. لهم كل الحقوق. واحنا عندنا قائد الجيش التاني الميداني في 73 معروف. يعني المسألة يعني مش عايزة كلام واخلاصه وتفانيه ولا اخره. واحنا عندنا سفراء، كان في سفراء مسيحيين، واحنا عندنا التاريخ بيقول ان الاثنين كانوا جنب بعض. اذا كان النظام السابق كما اجرم في حق ناس كتير وظلمه، كان بيحاول يعمل الشروخ دي بنسبه ايضا في مساله الحاله الاسلاميه المسيحيه، فهذا يجب ان يزول. يجب ان يكون المسلمين كلهم درجه واحده، كلهم امام القانون سواء. عظيم. هذه مسؤوليه. نعم. وهذا واجب وطني، واجب شرعي، واجب قانوني علي في المستقبل إن شاء الله. أتجه إلى سؤال آخر في إطار آخر. هو الرئيس محمد مرسي هيعمل إيه في أول خمس قرارات عندما يتولى رئاسة مصر؟ إيه أهم أول خمس قرارات هتاخدهم يوم ما يتم إعلانك فائزا بمنصب رئيس الجمهورية؟ أنا لأني راجل عايش في وسط الناس. أنا عايز قرارات فورية عاجلة. نعم. مش قرارات ال 100 يوم. ده صحيح. أنا بقول لأني عايش في وسط الناس. اتفضل. وما انقطعتش أبدا صلتي بالناس حتى وأنا أستاذ في الجامعة. نعم. حتى وأنا رئيس حزب الحرية والعدالة. ما بطلتش أشتري الأنبوبة. حتى قريب لما كان في أزمة في الأنابيب اشتريت الأنبوبة ب 40 جنيه. زي بقية الخلق يعني. برضه يا فندم برضه. أي والله. يعني سيادتك برضه خدتها ب 40 جنيه. أي والله حصل. وقعدت أدور عليها. أنا بتكلم يعني ده اللي حصل. وساكن في الدور السادس في الزقازيق، لو الأسانسور متعطل يبقى شيل الأنبوبة هم، لو الباب مش موجود تبقى مشكلة. والسوق وغيره والفلاحين وانتمائي الحقيقي لأرض مصر مع الحمد لله يعني التخصص في المهنة، النواحي العلمية والسياسية والقدرة على الإدارة، ده يعني الحمد لله موجود بشكل متميز جدا. وبالتالي لأن عارف مشاكلهم فعارف إن هي مشاكل حالة وفي مشاكل جوهريه عايزه بعض الوقت. اتفضل يا فندم. وكله لازم نمشي فيه. وانا هكتب القرارات. المشاكل الحاله خمس حاجات اساسيه. اتفضل. مش عايزه فلوس. نمره واحد الامن. هتعمل ايه يا فندم؟ الامن المصري يجب ان يعود الى الشارع ويشعر المواطن المصري بانه امن على اولاده وعلى نفسه في بيته. بتركيبته الحاليه ممكن يعود الامن. الشرطه، رجال الشرطه اللي في مصر في الاصل رجال شرفاء بيحبوا الوطن. نعم. النظام عمل شرخ كره الناس في بعض. من ضمن زي المسلمين والمسيحيين
جاب ولادنا وولاد عمنا واهلنا ولبسهم خوذة وعصاية وقال لهم اضربوا اخواتكم دول، فحصل الشقاق والحالة النفسية، احنا عايزين يلتئم هذا الجرح. الشرطة جاهزة، الشعب مهم لرئيس الجمهورية ان يوجد حالة التصالح دي. اذا كان في نسبة 15% اساءوا جدا عشان مرتبطين بمصالح النظام اللي فات، فال 95% شرفاء مواطنين جيدين هم واهلهم واولادهم بالمجتمع. وبالتالي انا بقول ان في دوريات مشتركه سريعه جدا ما بين الشرطه وما بين الجيش وما بين اللجان الشعبيه. اللجان الشعبيه ما عندهاش سلاح ولا عندها سلطه قانونيه، انما الشرطه والجيش عندهم سلاح وعندهم السلطه القانونيه. وجودهم الثلاثه مع بعض تزيل الحاله النفسيه اللي موجوده شويه بين رجال الشرطه اهل مصر الشرفاء وبين المواطنين. وجود اللجان الشعبيه مع الجيش مع بعض، مع وجود السلاح مع الجهه الرسميه، مع التواجد الحقيقي زي ما كنا بنحمي الثوره في اولها باللجان الشعبيه. عفوا انا اسف يعني اسف المقاطعه، لكن في هذه النقطه تحديدا حضرتك بتقولي الجيش مع الشرطه، والسؤال هو هل سيبقى الجيش موجودا عندما يتولى الرئيس الجديد الرئاسة؟ أيوة. هيستمر الجيش؟ أنا أقول لإخواتي وإخواني وإخواتنا الأكبر اللي موجودين في المجلس العسكري منذ مدة طويلة قبل أن نترشح لرئاسة الجمهورية، لا يكفي أن تسلم السلطة، ولكن يجب أن السلطة تحموها. يعني نسلم السلطة ونمشي؟ نسلمها ونحميها لغاية ما التركيبة الأمنية والشرطة هي العمود الفقري فيها يعود إليها حلها وتقوى أكتر وأكتر وتنمى وتعاد ترتيبتها بإيدين أولادها نفسهم. لكن لما نسيب الحالة ونسيب الشارع والأمن غير مستقر، أنا عايز أقول العودة إلى الثكنات ليست معناها عودة القوات بشكل يعمل فراغ أمني داخل الوطن، لكن عودة المسؤولية وعودة التفرغ للمجال. لكن نحن فنن في حاجة إلى القوات المسلحة قد إيه في الشارع المصري حتى يعود الاستقرار في تقدير سياسي؟ أنا أتصور إحنا محتاجين سنة واثنين. الجيش يستمر سنة في الشارع؟ لا، ينظم وجوده. يبقى له دور في حفظ الأمن الداخلي. هو دوره الأصلي حفظ الأمن الخارجي، لكن الأمن الداخلي مكون أساسي من الأمن الخارجي، وبالتالي الاستقرار الداخلي مطلوب. رئيس الجمهورية يحتاج من ضمن ما يحتاج إليه في سلطته التنفيذية الى قوات امن فاعله على المستوى الداخلي المصري. لغايه يعني الشرطه المصريه العظيمه برجالها دول دون الاخرين اللي خلاص راحوا بيتنفوا مش موجودين، بعضهم خلاص بيتلم عليه جرائم ولا لا حسب ما اتكلمنا، والقانون والقضاء تقفل القانون طبعا، سياده القانون طبعا، طبعاً. لكن السواد الاعظم قادر على ان يفعل، لكنه سياخد بعض الوقت. عشان كده ازاله التوتر النفسي وعودة المصالحة الوطنية بين يعني أبناء الوطن الواحد على اختلاف أماكن تواجدهم، الشرطة والشعب دول أصل راجعين لبعض. يحتاج إلى الجيش، أنا أحتاج إلى الجيش لأنه حماية الأمن يحتاج إلى القوة الفاعلة أيضا، لكن العودة إلى الثكنات معناها عودة التخصص، عودة التركيز، عودة الاستعداد الأكبر، والتفرغ في المجال مع بقاء الجانب الداخلي ايضا صاحي ومساهم. فالامن ده موضوع اولاني، انت قلت لي قول لي خمس مواضيع. يبقى اول حاجه عندنا عوده الامن الى الشارع المصري مع بقاء الجيش فتره لمده عام على الاقل لحين استقرار الامور. أيوة عشان احط الامن. أيوة طبعا مظبوط. دي نمره اثنين. لكن المجلس العسكري في هذه النقطه دوره ايه بقى؟ لا، المجلس العسكري هو لانه قال هيسلم السلطه في 30 سنه. لا، خلاص يسلم السلطه السياسيه. لكن الجيش يفضل للتامين. يسلم السلطه السياسيه. المجلس العسكري مهمته الاولى هي حمايه امن البلاد وحمايتها من اعدائها في الخارج. تمام. وهو بيقود مجموعه من الرجال الكرام زي ما احنا قد المسلحه في قلبنا كلنا، مش عايز كلام. هم اهلهم واسرهم وكل مزاياهم على العينيه والماديه لازم الناس تبقى مرتاحه، والا كيف تدافع عن الوطن؟ النقطة الثانية بخصوص المجلس العسكري، معلش عشان ما اطلعش بره الموضوع في النقطة دي تحديدا. يعني هل ستبقي على جميع أعضاء المجلس العسكري أم يتم تغيير قيادات المجلس العسكري؟ يعني مسألة قيادات القوات المسلحة هذه دائما لها ترتيبة داخلية قانونية بدرجات وترقيات معينة بتكون المجموعة اللي موجودة اللي بتقود دي. وبالتالي رئيس الجمهورية باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة لازم يبقى إخواته دول جزء من نسيج
إدارة شأن القوات المسلحة وهم أصحاب الجانب الفني والمهني المتميز في هذا الإطار، فلازم يبقى هو وهو بيقودهم هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لازم يبقى بيحبهم ويحبوه، ولازم يتشاور معهم في بناء وتقوية هذا البناء ودعم القوات المسلحة كلها، وبالتالي لا مجال لأي نوع من أنواع الفرقة في هذا المجال. من يبقى أين؟ هذا أهل المجال لابد أن يكون لهم رأي. لكن مبدئيا ما فيش تغييرات في قيادات المجلس العسكري عقب تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة مصر؟ لا، أصل احنا بنتكلمش عن وطن صغير كده نص مليون، نتكلم عن 90 مليون مصري، نتكلم عن مؤسسة القوات المسلحة، مؤسسة ضخمة ولها إمكانيات كبيرة جدا، وفيها رجال يعني كرام ومتخصصين وقيادات كبيرة وعارفة التاريخ وعارفة البلد وحافظت عليها في مرحلة خطيرة جدا جدا جدا، حتى وإن اختلفت معهم أحيانا في طريقة الإدارة، وأقول هذا الاختلاف بكل وضوح عندما يكون، لكن احنا بعيدين عن الجريمة، احنا بعيدين عن الخطايا، نتكلم عن أخطاء، احنا بعيدين عن التخويل، احنا بعيدين عن عدم حب الوطن، وبالتالي هم لهم قدرهم ولهم تقديرهم. أنا دلوقتي عايز انتقل من الناحية الأمنية إلى ناحية، انت خلصت موضوع لا لسه فاضل سؤال صغير جدا. طيب مش عايزه لا 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 انا بس عشان انا بقى يعني خلص الجزء ده بالكامل يعني. طب اذا كنت سوف تبقي المجلس العسكري كما هو كقائد اعلى للقوات المسلحه، رئيس الجمهوريه طبقا للدستور وقائد الاعلى للقوات المسلحه، اذا ما دور السيد المشير محمد حسين طنطاوي؟ هل سوف يستمر في مجاله كوزير للدفاع وقائد عام للقوات المسلحه ام ماذا في تقدير الرئيس محمد يعني اذا كان السيد المشير طنطاوي هو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو القائد العام للقوات المسلحة وهو مع المجلس العسكري القائم بدور رئيس الجمهورية في هذه المرحلة؟ نعم. اللي بنقول فيها ان القوات المسلحة قامت بدور متميز في إدارة شأن الوطن وتحمل مسؤوليته وحماية الثورة حتى الآن، وتحملت الكثير وأخطأت أحيانا، مشاركتنا معاها في الرأي كرؤساء أحزاب وقوى سياسية في مواضع كثيرة، وما زالت حريصة على تسليم السلطة، وأنا بقول وحماية السلطة، فمن أولى بهؤلاء من إدارة شأنهم في المرحلة الانتقالية؟ المشير طنطاوي يعني هم نعم. نفسهم المجموعة كلها على بعضها بما فيها يعني تستمر هذه المجموعة بما فيهم سيادة المشير طنطاوي. نعم. لكن لما بنيجي نتكلم عن تركيبة وزارية، عن تركيبة تنفيذية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يستشار، أنا متصور أن هم بيحبوا قيادتهم العليا بشكل واضح جدا، انا بتعامل معاهم وشايف انهم بيحترموا بعض احترام بين جدا واضح جدا. صحيح. فاذا هذه المساله ما فيهاش مشكله اصلا. هو السؤال للدكتور محمد علي، بسال هذا السؤال لان معروف ان الرئيس القادم يعني طبقا للدستور او الاعلان الدستوري عندما يتم انتخاب رئيس جديد سوف يتقدم رئيس مجلس الوزراء الموجود حاليا الدكتور كمال الجنزوري باستقالته الى الرئيس الجديد، وبناء عليها وطبقا للنظام المعمول به في مصر سوف يقوم الرئيس الجديد بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار رئيس وزراء والوزراء المعاونين له، من ضمن هؤلاء الوزراء وزير الدفاع الذي هو الآن حاليا ويرأس المجلس العسكري بصفته وزيرا للدفاع ولعدم وجود رئيس جمهورية هو سيادة المشير محمد حسين طنطاوي. السؤال إذن الدكتور محمد مرسي سوف يقوم بتجديد الثقة واختيار سيادة المشير حسين طنطاوي مرة أخرى وزيرا للدفاع إذا ما تولى رئاسة مصر؟ أنا عايز أقول لحضرتك فضل. أن في ثلاث وزارات يجب أن يستشار في الوزير بتاعهم ثلاث جهات عليا في هذه الوزارة، اللي هم إيه فندم؟ يعني وزارة الدفاع فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وزارة الداخلية فيها المجلس الأعلى للشرطة، وزارة العدل فيها المجلس الأعلى للقضاء. هذه المجالس الثلاثة على علم ودراية وفيها المخلصين للمجال وللوطن في هذه المجالات الثلاثة المختلفة. وبالتالي رئيس الجمهورية لو أنا في المستقبل لازم واجب المصلحة تقتضي أن يتشاور مع هذه المجالس الثلاثة في اختيار من يقود الوزارة، من يكون وزير في هذه الوزارة. استشار المسؤوليه مسؤوليه رئيس الجمهوريه، لانه هو اللي بيتحمل المسؤوليه القانونيه الدستوريه امام الشعب وامام السلطه التشريعيه اذا ارادت ان تراقب السلطه التنفيذيه. لكن التشاور واجب في هذه المكلمة عن مصر الكبيره اللي يجب ان تكون مستقره. ما فيش رئيس جمهوريه بياخد قرار في العالم كله بياخد قرار لوحده دون استشاره الدائره المهمه اللي حواليه. ما فيش رئيس جمهوريه حتى لو كان النظام رئاسي لكن عنده رئيس وزراء او مختلط يعني عشان يبقى في رئيس وزراء ياخد قرار
في مجال في العلاقات الخارجية دون أن يستشير رئيس الوزراء أو وزير الخارجية الموجود في المجال أو إلى آخره. وبالتالي لأن شأن الوطن مهم فرئيس الجمهورية مسؤول، لكنه يتشاور مع الدائرة المحيطة به بشكل فعال، مش يتشاور عشان يخالفهم، يتشاور علشان يبقى القرار قرار صائب مبني على دراسة ومعرفة حقيقية بالمجال. لكن خلينا أخذ السؤال من ناحية تانية، أنا عايز أقلب أخذ في الجانب الآخر، بس أنا هرجع للحاجات الخمس تانية، هنرجع لهم لسه مش همشي لما خلص كله إن شاء الله. لكن عايز أرجع للناحية التانية، يعني ده تصور حضرتك كرئيس لمصر أن سوف تبقي على المجلس العسكري بقيادته المحترمة سيادة المشير محمد حسين طنطاوي. السؤال بقى من الناحية التانية، هل ترى إلا إذا بعضهم مش عايز، ده موضوع تاني، دي مسألة تانية يعني. موضوع تاني. لكن السؤال، محدش بيجبر على أيهم حاجة. أيهم أقرب إلى المجلس العسكري، مرشح على خلفية دينية محسوب على جماعة الإخوان المسلمين، أم مرشح على خلفية عسكرية محسوب على القوات المسلحة في تقديرك؟ يعني رغم ان الجيش دائما يقول بالنسبه لهم هم يقول انه يقف على مسافات متساويه من المرشحين للانتخابات الرئاسيه، اصل على بمرجعيه دينيه قيادات القوات المسلحه. انا شايف ومحتك ناس بيعرفوا ربنا، بيحبوا بلدهم، متدينين بجد، لما بنكون معاهم بنصلي مع بعض. نعم. انا ما شفتش حد فيهم بيبقى قاعد معانا في الاجتماعات على كل المستويات اللي موجوده. في اجتماعات المجلس العسكري معانا كرؤساء احزاب يجي ميعاد الظهر نقوم نصلي، وغالبيتهم يقول يا دكتور محمد امنا انت، قال لهم لا ما ينفعش لازم انتوا، يقولوا لازم انت، فاحنا بنصلي مع بعض. الناس تعرف ربنا، ما بنشوفش حد فيهم ابدا ابدا. من اقرب اليهم، حضرتك ولا الفريق احمد شفيق؟ انا متصور ان هم حابين مصر الثوره، انا متصور ان هم نفسهم في النقله الكبيره لمصر دي، انا حاسس بيهم قوي بصراحه. انا حاسس ان هم ما كانوش مبسوطين ابدا بالحاله اللي كان عليها البلد قبل كده، واكبر دليل على كده انهم هم حطوا مبارك القائد الاعلى للقوات المسلحه بتاعهم في كماشه، ما سمعوش كلامه وضربوا المتظاهرين، هم ضربوهم، الناس نامت تحت جنزير الدبابه، انت شفت يا اخ عمرو في الميدان زي ما انا شفت، مش كده؟ صحيح. والدبابه كان مكتوب عليها ايه؟ يسقط مبارك. يسقط مبارك. اذا انا عايز اقول عشان افرق بين الخطايا والاخطاء. نعم. انا احيانا ابقى ضد قراراتهم، ولما اتكلموا عن الماده 9 و10 في وثيقه الدكتور علي السلمي بتاعه وضع القوات المسلحه في الدستور، وقفت وقفه شديده جدا في الكلام ده، مش ضد الاشخاص، بالعكس انا بالعكس ده كنت بقول لهم من مصلحه القوات المسلحه الا تكون خارج الدستور باي شكل من الاشكال. اذا انت تستبعد ما يردده البعض ان المجلس العسكري يدعم الفريق شفيق، او ان الفريق شفيق هو مرشح المجلس العسكري؟ لا، انا لا ارى ان المجلس العسكري له مرشح، ولكن نعم انا نفسي ان المجلس العسكري يرى ما اراه الان، وانا هقول ان هناك محاولات للتزوير، وان المجلس العسكري هو المسؤول عن المسألة دي لغاية دلوقتي الى ان تسلم السلطة. وبالتالي انا لا اتمنى ولا احب ان الشعب المصري يغضب من القوات المسلحة او يزعل او تشوب نفسه شائبة في ان القوات المسلحة حافظت على الثورة، يأتي بخاطر حد ان هذا كان من اجل سلطة أو استمرار في السلطة. نعم. أنا أربأ بهم أن يكونوا كذلك، ولا أتمنى لهم هذا، ومصلحة مصر أنهم يفضلوا على الحياد زي ما هم أعلنوا، زي ما سلموا السلطة التشريعية الرقابية لمجلس الشعب، والمشير بعت خطاب لمجلس الشعب وقال فيه اليوم نسلم السلطة التشريعية الرقابية، وننظر إلى اليوم، ننتظر اليوم الذي نسلم فيه السلطة التنفيذية لرئيس منتخب يقسم اليمين أمام هذا المجلس قبل 30/6. الكلمات دي مسجلة وأوجدت حالة وقيمة كبيرة عشان المجلس الأعلى، مصداقيته عشان القوات المسلحة كلها في قلب المصريين وفي قلبي. وبالتالي هم حتى هذه اللحظة ما أراه إنهم على الحياد، ولكن أنا بكرر، أنا ما نفسيش يجي المصريين بعد شهرين ثلاثة يقولوا ده جيشنا أو قيادته كانت السبب إن الثورة المضادة نجحت. هذا ما لا أتمناه لقواتنا المسلحة، ولا أتمنى أن يكون في عقل أو قلب أي مصري في المستقبل. آخر سؤال عن المجلس العسكري قبل أن أعود إلى يعني الأسئلة الأخرى. بعض التسريبات امبارح انطلقت كده، كما تعلم هي بعضها تسريبات بعضها شائعات، يعني وسيادتك عارف أدرى مني بما يقال دائما يعني، لكن التسريبات بتقول أن هناك صفقة، أن هناك اتفاق قد تم بين المجلس العسكري وبين الإخوان المسلمين، مفادها الآتي:
أن الإخوان المسلمين يغضوا الطرف عندما يصدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي في مقابل عدم حل مجلس الشعب على أن تتم الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر يوم السبت القادم. الانتخاب الشائعة قالت انتخابات حرة ونزيهة ولا لا؟ ما عشان الطم عشان الطم رأيك ايه في هذه المعلومات او التسريبات؟ سمعنا الكثير عن مثل هذا الهراء. هل لها اي اساس؟ سمعنا كثيرا من هذا الهراء قبل ذلك. القوات المسلحة، المجلس الاعلى، والاخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، محمد مرسي اكبر بكتير قوي من ان تكون هذه هي وسيلة او آلية التعامل مع بعضنا البعض من اجل مصر. انا في حاجتين عايز اقولهم لكل السادة المشاهدين. احنا كمصريين بعيدين عن حاجتين، عن الصدام وعن التخوين. لو ثقتنا ببعض اتهزت، الثورة المضادة تقفز. لو ثقتنا ببعض اتهزت، نظام مبارك ال 400-500 واحد دول يعملوا صاروخ واسعة ويرجعوا يحبسوا الناس ويقتلوا الناس ويقتلوا الثوار ويغرقوا أولادنا في البحر من أجل الوظائف اللي عايزين يسيبوا بلده ويمشوا. إحنا ما عندناش مشكلة ثقة أو تخوين كمصريين مع بعض، ولا بيني أنا وحزب اللي أنا رئيسه أو الإخوان المسلمين كما أعرف، وبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لغة كلمة صفقة كلمة سيئة السمعة. تعني الاتفاق على ما هو ما يشين، وده غير موجود. نحن أكبر من ذلك بكثير، ونحن هذا المصريين، أقصد المصريين. وبالتالي احنا عايزين قانون بجد، وعايزين محكمة دستورية تقوم بدورها بجد. طب إذا خرج القانون يا دكتور يوم الخميس القادم، وده المتوقع، قال لك بطلان قانون العزل لعدم دستوريته، هتحترم هذا الحكم وهتنفذوه؟ طبعا احنا بنقول احترام القانون واجب. نعم. واحكام المحكمه الدستوريه، امال هي الدوله الحديثه معناها ايه؟ معناها المصريين يختاروا الاراده ومصدر السلطه الشعب المصري. معناها البرلمان يشرع ويراقب. معناها ان الطعن على القوانين امام المحكمه الدستوريه. هو ده مفهوم الدوله الحديثه. طب اذا خرج برضه نفس المحكمه وقالت بطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، هتحلوه؟ لا مجال لعدم احترام احكام المحكمه الدستوريه. مفيش مجال اصلا لعدم احترام. هذا واجب النفاذ والتطبيق. يتنفذ ازاي؟ يبقى المحكمه ومجلس الشعب يشوف مع بعض يعملوا ايه، لان دي مساله تنفيذيه عايزه تفاصيل في الوقت اللي لسه ما فيش فيه رئيس جمهوريه منتخب. وبالتالي احترام احكام القضاء واجبه، وهناك درجات للتقاضي وطعون على الاحكام احيانا. وبالتالي انا مش قلقان، لاني على يقين ان القضاء المصري سيبقى دائما هو يعني رمانة الميزان، رمانة الميزان في مصر. نعم، الحسن الحصين هو اللي هيحمي الانتخابات من التزوير. نعم صحيح. زي ما قبل كده عمل في 2005، وبعدين ضغطوا عليه وقدموا بعض رموزه المحترمين للمحاكمه وللتاديب، وطلعنا احنا يا سياسيين اخوان مسلمين وغيرهم نقول لا احنا مع القضاء. وانا شخصيا اتحبست 9 شهور، اتخذت من الشارع بسبب المظاهرات دي. بمناسبه الحبس صحيح، هتعمل ايه مع منافسك لو بقيت رئيس جمهوريه؟ هطبق القانون. منافسك يعني اذا هطبق القانون يعني هتعمل ايه؟ لو اي حد في الدوله عليه جرائم، القانون ياخد مجراه. رئيس الجمهوريه دينه يعني ما عندوش قرارات استثنائيه. رئيس الجمهوريه ما بيحبسش حد. ده رئيس الجمهوريه اللي فات كان بيعمل كده. انما رئيس الجمهوريه دلوقتي ما بيحبسش حد الا بالقانون. القانون هو اللي بيحبس او ما يحبسش او يبرئ. القضاء والقانون هو ده اللي بيشتغل، والا يبقى عملنا ايه؟ عشان ما انا ضد الثوره المضاده ليه؟ وضد ان النظام يرجع تاني ليه؟ عشان يرجع القانون ما يحترمش؟ عشان يرجع المجلس التشريعي يبقى جزء من السلطه التنفيذيه؟ وانت شايف القانون ينطبق على المرشح المنافس ليك في ايه؟ القانون ايا كان. الدولة فيها أدوات وآليات، في نائب عام وفي نيابة وفي وزارة داخلية وفي وزارة عدل وفي قضاء وفي محاكم وفي قوانين موجودة وفي قوانين نحتاج إليها ونحتاج لتعديلات. الدولة فيها نظام كبير ومؤسسات كبيرة جدا. ده رئيس الجمهورية سلطته الأساسية بعد التنفيذية الفصل بين السلطات، ضمان الفصل بين السلطات واستقلالها. حد فوق القانون بعد كده؟ طب تفتكر المرشح ولا رئيس الجمهورية فوق المرشح؟ المنافس لو كسب هيعمل في حضرتك إيه؟ أنا
اصلا يعني معروف عني تاريخيا ان انا مناضل ومجاهد مع الناس في الشارع. هذه حالة خصوصا معنا مؤخرا مستعد يدفع حياته ثمن لعدم وصول اخوان لحكم مصر. مش عايزين نفترض افتراض غير واقعي وغير صحيح ونبني عليه اي حاجه. احنا زي ما بقول لحضرتك التجار والتلامذة والطلاب والسواقين بتوع التوك توك والميكروباص اللي في السوق اللي في المحلات في الدكاكين المهندسين الناس الستات بيوقفوني في الشارع ويقولوا احنا عايزين عدل ربنا، احنا مش عايزين حد من اللي فات. دي الحالة الشعبية اللي موجودة. فاحنا ما نفترضش حاجة ونقول هيحصل ايه لو حصل. مش هتحصل، مش هتحصل. المصريين لن يسمحوا بهذا ابدا. علشان كده انا بحذر من ان حد يتحرك ويجيب بطاقات حد ولا يغري حد ولا يحاول ياثر او يزور، لانه العاقبه وخيمه والشعب لن يخزن، مش هيصبر. التخزين زمنه فات. نرجع بقى للرئيس الدكتور محمد مرسي. قلنا اول قرار عوده الامن، القرار الثاني ايه؟ القرار الثاني المرور. المرور المرور في، اما انا بكلمك عن قضايا مشاكل كبيره ومش عايزه فلوس. المرور في مشكله كبيره. المرور مأثر على السياحه وعلى الانتاج وعلى الحاله النفسيه للناس والاجهادات النفسيه اللي بتصيبهم من الوقفه في الشارع. ده جاب لهم اكتئاب يا فندم. تعرف انا كنت رايح النهارده كفر الشيخ، رحت في اربع ساعات. رحت في اربع ساعات. طب ده كويس اربع ساعات، ده في واحد بينزل بالتحاليل للمهندسين في اربع ساعات. انت عارف الطريق الدائري كان في ناس بيشتغلوا مش عارف بيعملوا ايه وحادثه وبتاع. قعدنا ساعة ونص عند الحتة بتاعت مدينة السلام. فالمرور مأثر على الناس، مأثر على السياحة. السياح بيقول لك، والشركات بيقولوا لي، بيجوا يقولوا لي ده احنا الناس بياخدوا المسافة اللي بربع ساعة بياخدوها في ساعة ونص. مش عارفين يتحركوا. المرور العربيات ما زادتش 20% في سنة. المرور عايز إرادة، وعندنا الناس بتوع المرور عندهم خبرة كبيرة جدا. لكن الحالة اللي وجدت في الشارع ديت اللي انا بقول عليها عايزة المصالحة النفسية في مسألة الانتقال من حالة العداوة النسبية اللي اوجدها النظام اللي فات انها تزول. فالمرور عايز قرار، وعايز رئيس جمهورية بيتابع، وعايز تفاصيل بسيطة عند اهل المجال والخبرة. تمام. عشان نحل مشكلة تلت قرار. المشكلة التالتة القمامة الزبالة المؤثرة على الشارع مروريا ومؤثرة على الناس صحية. صحيح. وفلوسها بتدفع، الناس بتدفع على فاتورة الكهرباء فلوس للزبالة. يعني مش عايزين فلوس، عايزين ارادة، عايزين متابعة، عايزين تنفيذ. القرار الثالث الرابع رغيف العيش. ايه رغيف العيش مدعوم. يعني فلوسه موجودة بخمسة ساق، وهو يستاهل اكتر من كده. ما بيتكلش وما بروحش للناس. ليه؟ في مشكلة. لابد ان الوسطاء يمتنعون. لازم المتابعة، لازم تطبيق القانون بجد. على فكرة القانون الموجود يخلي رغيف العيش يطلع كويس جدا. فاحنا عايزين، بس لو تنفذ وبقى في رقابه تفاهم. صحيح. تفاهم مع اصحاب المخابز اللي بيحبوا بلدهم دول. مع الخبازين، مع التوزيع، مع الدقيق وبيعانه في سوق السودا تاني، وانتاج رغيف تاني يتباع بربع جنيه ولا نص جنيه من الدقيق نفسه اللي مصروف بدعم، فالمواطن بيدفع الدعم مرتين. الموضوع الرابع موضوع الوقود، السولر والبنزين والبوتاجاز. مفيش ازمه بنزين وسولر بقدر ما فيه نية سيئة وسوء توزيع وإدارة للموضوع. الخزانات الكبيرة والمستودعات اللي بره المدن فيها مدخلات جاية من المصانع وجاية من الاستيراد وجاية من التكرير، وفيها مخرجات على العربيات الكبيرة التريلات عشان توزع على محطات البنزين، وفيها عدادات بتقيس. يعني احنا بنصحى من النوم الصبح عندنا وزارة البترول وعندنا وزارة التموين وعندنا العلاقات الخارجيه وعندنا مصانع البتروكيماويات والتكرير. أيوة. وعندنا الانتاج. بنصحى فجاه من النوم نلاقي الخزانات فضيت، وواحد يقول لك حل المشكله بعد يومين. يعني بيقفل البتاع. اصل انا رحت في الازمه الاولانيه وشفت ولقيت المقاييس لسه في مال ايه؟ انا اصلا مش قاعد يقولوا كلام مش مفهوم في بعض هذه الاماكن. اذا دي مشكله مفتعله. صحيح احنا عايزين نرتب امرنا وهو مترتب وعندنا خبرات كويسه جدا فيه. فاذا دي مشكله اساسيه. البوتاجاز الانبوبه من 13 كيلو توصل 7 وتتباع من ده 4 جنيه لربع، بتتباع ب 15 و10 و20 واحيانا باكثر من كده، ب 40 كمان. ب 40 ايه السبب؟ يعني لغايه النهارده القاهره
المتعاهد البوتاجاز في القاهرة واحد من النظام اللي فات لغاية النهاردة، مين اللي مخليه في مكانه؟ ايه الحكاية؟ هو احنا مش واخدين بالنا ولا ايه؟ ففي أزمة مصطنعة، مع ان الغاز دخل بيوت كتير والأنابيب محدش صهرها ولا رماها بعيد، والمصانع اللي بتعبي الأنابيب هي هي، وكمية الغاز زادت ما قلتش، وحسين سالم بقى رمز. هو في حد عايز حسين سالم يرجع تاني؟ او حسين سالم كرمز يرجع للبلد تاني؟ هو يرجع تاني يا فندم، المحكمة الدستورية في اسبانيا قررت دلوقتي ان هو ما يرجعش مصر. لا ده انا دلوقتي بس يرجع عشان المناسبة، يعني الشيء بالشيء، ده انا بتكلم ما يرجعش تاني كشخص وكرمز للفساد واحتكار. كده خمس قرارات الرئيس الدكتور محمد مرسي هيتخذهم فورا. في قرار سادس، اتفضل. العلاج والدواء. ايه يا فندم؟ وده عايز فلوس، لكن توفيرها مش صعب. احنا عندنا موارد كتيره جدا على اضعف الايمان، الصناديق الخاصه واللي موجود فيها دلوقتي. الدواء مشكله اساسيه في مصر، الفلاحين وعلاجهم، العمال والفلاحين والتامين الصحي عليهم، اصحاب الحرف اللي بيدفعوا جنيه في الشهر للضمان الاجتماعي عشان يبقى لهم معاش بعد كده وما لهمش تامين صحي. الناس التجار واصحاب الدكاكين الصغيره ما لهمش تامين صحي. الاسر المعيله، مجلس الشعب اللي موجود دلوقتي عمل قانون للتامين الصحي لاولادهم اللي قبل التعليم، مجلس الشعب ده. ال 700,000 اللي عندهم عقود مؤقته هيتثبتوا من 1/7 بالقانون طلعه مجلس الشعب اللي موجود دلوقتي. اللي قبل كده عملوا لهم عقود ب 100 جنيه و 150 جنيه وسابوهم 20 سنه بعقود مؤقته، في 20 سنه فضلوا عقود مؤقته، واللي موجود دلوقتي في 3 شهور طلع القانون ده. ده المجلس المنتخب. فانا بقول ان العلاج مهم جدا، ولا بد من توفير الماليات المطلوبه لتوفير هذا العلاج للمواطن المصري في اقرب وقت واسرع وقت ممكن بالنسبة لنا في هذه المرحلة. يعني آية من أهم القرارات اللي هياخدها الرئيس محمد مرسي، شبكة ومظلة كاملة للتأمين الصحي لجميع المواطنين المصريين. ده مش خيار، ده فرض واجب لابد من حدوثه مباشرة. عظيم، إن شاء الله. طيب فاضل في ناس ما جبناش سيرتهم، ما اتكلمناش عنهم حتى هذه اللحظة، ما اعرفش هل هم في الأجندة الأولية للرئيس القادم ولا لا. زي مين؟ زي الموظفين، زي اصحاب المعاشات، زي اهالي العشوائيات، اصدقائي اللي انا اعلم تماما يعني كم يعانون من الحياه الصعبه سواء في القاهره او في المحافظات، من عدم توفر المياه النقيه، المأكل النظيف، السقف اللي ممكن يعني ياويهم، ما عندهمش اي حاجه خالص. هتعمل لهم ايه ايضا في اولى قراراتك؟ كل هؤلاء موجودين بشكل واضح في البرنامج الرئاسي اللي انا مقدمه، وانت من خلال البرنامج بتاعك شفت الى اي مدى هناك عشوائيات لابد من ان الناس تعوض عنها، لانها تمثل خطر مباشر على صحة الناس وعلى حياتهم. ومعاشات يا فندم للناس دي، انا لسه هقول وهناك عشوائيات عايزة اعادة توصيل الخدمة بالضرورة، زي الصرف الصحي وزي المية النقية. صحيح. وزي العيش وزي تمام. وهناك في الغالب الاعم سكان العشوائيات يحتاجوا الى المعاش، وانا قلت ان معاش الضمان الاجتماعي ب 175 جنيه ما ينفعش، وقلت ده هيبقى على الاقل 300 جنيه في اقرب فرصه ممكنه قريبه. اللي هي امتى اقرب فرصه؟ اقرب فرصه دي يمكن شهر 8 ولا 9، لانه بعد الموازنه الجديده عايزه تدريب. يعني خلال شهر تقعد الناس ان المعاش الضمان هيرتفع الى 300 جنيه، من 175 ل 300. عظيم. يبقى اصحاب المعاشات الحقيقه انا الموضوع ده مدروس كويس جدا. انا عايز اقول لحضرتك انه كان رصيدهم في بنك الاستثمار، خدوه يا فندم وحطوه في البورصه، ما صفروه يعني. صفروه. هتعمل لهم ايه يا فندم؟ حضرتك احنا بنقول دلوقتي اللي عنده 1500 جنيه ولا 2000 جنيه او 1000 جنيه مرتب، وبعدين يطلع يلاقي معاشه 300 400 جنيه، ما ينفعش. صحيح. لابد من اعاده حسابات المعاشات بالمعادله اللي موجوده بقى لها عشرات السنين دي. لابد ان اعاده الحسابات، لازم زي ما عندنا حد ادنى للاجور 700 جنيه للمؤهلات المتوسطه و840 للمؤهلات العليا، لازم يبقى في حد ادنى معاش. الحد الادنى الاجور ده هتبدا تطبيقه فورا. فور توليك. 1/7 700 جنيه المعاشات هتبقى كام يا فندم؟ 700 جنيه. انا شايف انها يجب الا تقل عن 700 جنيه. حاجه صاحب المعاش الى المعاش لا تقل عن حاجه صاحب الوظيفه لوظيفته، لا يجب الا تقل عن هذا. على فكره تدبير المبالغ دي مش صعب ولا مستحيل. ده ممكن جدا. وممكن لو احنا فكرنا نرجع لهم فلوسهم، بس نرجع لهم العائد بتاعها. العائد بتاعها هي فلوسهم موجوده يا دكتور محمد؟ لا مش موجوده.
لكن على الورق موجود مع الورق اظن خزانه وحاجات. وهل الحقوق بتضيع بالتقادم كده خلاص فلوسهم راحت؟ طب احنا عندنا 450 مليار جنيه في الاقتصاد الموازي مش موجوده في البنوك، واصحابها ناس شرفاء امناء خايفين يتحركوا بيها، حد يأممها ولا يفرض عليهم اتاوات ولا يبتزوهم؟ دول لو امنوا واشتغلوا يبقى عندنا فرص عمل قد ايه؟ احنا النبابة عندنا فرص عمل وانتاج واستثمار حقيقي. اللي خدوا ارض من غير وجه حق زي الشركات اللي خدت، على المناسبه قبل ما انسى اصل سكان اللي سكنوا في موضوع في مدينتي، انا اتكلمت عن ارض مدينتي بوضوح، فبعض الناس في خلاف معانا هنا قبل كده قلت بس في بنات نسيت اللي انا قلته، فانا باكد عليه لانه ما حدش يتظلم ابدا. في 35,000 اسره خدوا ارض في مدينتي والارض دي اتقسمت وخدوا فيها شقق ووحدات سكنيه وغيره. ودول تصوروا لما انا قلت ان ارض مدينتي حقها لازم تتراجع العقود بتاعتها، ان الكلام ده انا لهم هم، هذا لا علاقه لهم بيه، لان اللي تقسم من ارض مدينتي 17% بس. انا بتكلم على 83 اللي متخزنه ومتسقعه وقيمتها لا تقل عن 60 مليار جنيه. تصور هذه الارض، هم ما لهمش دعوه بالموضوع ده، هم خلاص حقهم محفوظ وحكم المحكمه لصالحهم وعقودهم مستقره، ما فيش كلام في الكلام ده. انما انا بتكلم على الارض المتسقعه اللي هي قيمتها 60 مليار ديت، هتروح فين؟ لو احنا بنتكلم جد دي ممكن توجد اموال كثيره جدا تتضخ في الدوله، وبالتالي تدبير حد ادنى للمعاشات لاصحاب المعاشات اللي هم مشتركين في التامينات وفي المعاشات يجب الا يقل عن الحد الادنى اللي موجود في الاجور في القانون الموجود اللي هو شغال. اذا دكتور محمد مرسي يعني اعلن اليوم بعض الامور الواضحه، رفع المعاش الضمان من 175 الى 300 جنيه، الحد الادنى للاجور 700 جنيه، الحد الادنى او رفع المعاشات الى مبلغ 700 جنيه، ومظل التامين الصحي لجميع المواطنين من رعايا جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله. انا بقى في نقطه بس اتفضل، عشان المصريين في الخارج لهم حقوق علي ايضا وعلينا كلنا. نعم. لانه هم ابناء مصر، هم امتداد طبيعي لمصر. نعم. بمناسبه تصويتهم وفعاليتهم وجذورهم الممتده دول نموذج للمجتمع المصري، ووراهم اذا كان اللي صوته يعني يقترب من 300,000 فهؤلاء لهم 300,000 عائلة موجودة في مصر، وبالتالي احنا عندنا شبكة كبيرة جدا من التواصل بين مصري الخارج والداخل. بعضهم عنده اموال ونفسه يخدم وطنه وكان بيخوف ويعوق لما يجي، بعضهم عنده مشاكل بالنسبة لأولاده في التعليم لازم تتحل، بعضهم بيبقى عنده مشاكل لما يجي يقعد هنا شهر ولا اتنين اجازة ويلاقي بيضيع ثلاث ارباع وقته في انه يطلع مستند ولا يطلع ورقه ولا شهاده ولا غيره، بعضهم عنده مشكله في جهات عمله مش عارف يجدد اجازته. صحيح. بعضهم عندهم مشكلات، فلا بد انه المصريين العاملين في الخارج اينما وجدوا حتى لو كانوا جيل تاني ومستقر في البلد اللي هو فيها، لكن ما زالت مصر في قلبه عايز يؤدي وعايز يرجع وعايز يتعامل معاه ويتفاهم ويروح ويجي بسهوله، مشاكل هؤلاء يجب ان تحل جميعا، ودي مش مكلفه ماليا، بالعكس ده ممكن مصر الداخل تستفيد من هؤلاء من علمهم من تجربتهم من خبرتهم من مجهوداتهم من اموالهم، ممكن تستفيد بيهم جدا جدا، وعدد كبير جدا حوالي 8 مليون واكثر موجودين في الخارج. دكتور انت وافقت على وثيقه الازهر وقعت عليها؟ طبعا الاثنين في وثيقتين. نعم. واحده خاصه بالجمعيه التاسيسيه والدستور بصفه عامه. أيوه. واحده بالحريات، والاثنين انا موقع عليهم موافق عليهم جدا، كنت من الذين يعني ساهموا مساهمه اساسيه في صياغتهم وفي الموافقه عليهم. مرجعيه الدكتور محمد مرسي رئيس مصر القادم ايه؟ مرجعيه للازهر ام لمن؟ مرجعيتي الدستور المصري. نعم. والازهر دوره ايه؟ الازهر انشئ ليكون المؤسسه الدينيه الاستشاريه لمؤسسه الدوله. الازهر شيخا وجامعا وجامعه قيمته كبيره جدا جدا جدا، بيمثل منهج المصريين اهل السنه والجماعه في مصر وفي العالم العربي. الازهر لا احد في العالم كله في العالم الاسلامي على وجه الخصوص والعربي بخصوصيه اكتر ومصر جدا جدا، الازهر كان دايما هو في المقدمه، هو قائد مسيره المقاومه طول الوقت. مجاهده ومقاومه الانجليز والفرنسيين كان الازهر. الازهر بعلمائه وابنائه كمؤسسه مفيد جدا. المرجعية لنا كلنا الدستور، والمادة الثانية اللي في الدستور بتقول ان الشريعة الاسلامية هي الاطار الحاكم المصدر الرئيسي للتشريع. فالازهر حاضر في الدستور
لأنه المؤسسة الدينية الاستشارية ورجاله حاضرين على أرض الوطن. نعم. ولديهم من العلم والخبرة. الآن أصبح عندنا جامعة أزهر في كل التخصصات والمجالات. فأصبح لدينا مؤسسة كبيرة جدا. لكن عندما يقول الناس الأزهر ينصرف الذهن إلى الجامع والشيخ والمشيخة. ودول مهمين جدا جدا. لهم كل احترام وتقدير ودعم وتحقيق لمصالح الدعاة والوعاظ وعودة أوقاف الأزهر للأزهر. وحقهم وحق أولادهم واستقرارهم ورعايتهم صحيا ومرتباتهم. كل هذا يجب أن يأخذ مساره الطبيعي ويأخذ دعمه الطبيعي لكي ينتعش الأزهر كمؤسسة. عندنا رجال أزهر علماء أفاضل لكن المؤسسة لم تكن تعمل كمؤسسة. إذا التقى دور المؤسسة مع دور أهلها وأبنائها وعلمائها الناتج مفيد جدا بالنسبة لمصر. الإسلام الصحيح الكامل المعتدل الوسطي النموذج الإسلام أهل السنة والجماعة، حماية الإسلام من أي شوائب تعلق به. المرجعية، هذا مفهوم المرجعية في الفهم للإسلام الصحيح. الأزهر بالنسبة لي إذا كان الدستور هو المرجع للجميع فالأزهر يمثل بالنسبة لي الروح التي بها وإليها أطمئن عندما أريد أن أتحدث عن حكم شرعي في موضوع أو حكم فقهي في مسألة من المسائل أو توجيه للأمة من خلال الوعظ والإرشاد وروحانيات الأمة للأمة نفسها الشعب كله بحبه. عظيم عظيم. لكن النقطة دي تحديدا بتفتح سؤال آخر البعض بيسأله دائما ويقعد يقول اختيار أو التنافس على مقعد الرئاسة بين اثنين مرشحين، الخلاف او الصراع بين الدولة الدينية يمثلها الدكتور محمد مرسي والدولة المدنية يمثلها الفريق احمد شفيق، كيف ترد؟ هذا تلبيس. ما فيش الكلام ده. وضح لي. احنا عندنا دولة واحدة بس. الدولة المصرية دولة مدنية. الدولة المصرية دولة مدنية ومرجعيتها اسلامية منصوص على ذلك في دستور مصر من 23. والدولة المدنية بمفهوم الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة كلنا عارفين كده. لا يوجد ما يسمى بالدولة الدينية والدولة المدنية مقابلها الدولة العسكرية. واحنا بنتكلم عن نظام كان اصلا عسكري والعسكرية مفيدة جدا في مجالها. اذا خرجت الى الحياة المدنية لا تستطيع ان تدرها بالشكل اللي يريدها الناس والشعب زي ما جربنا. فلا عودة للماضي ولا مجال للمقارنة. احنا عندنا دولة واحدة بس وهي دولة مدنية بالتعريف مرجعيتها اسلامية بالدستور واضحة انها دولة حديثة بالعقد الاجتماعي الحديث. الناس والشعب مصدر السلطة. البرلمان بيشرع ويراقب. المحكمة الدستورية بيطعن امامها بالنسبة للقوانين. القضاء مستقل. السلطة التنفيذية مستقلة. هذا مفهوم الدولة الحديث وهذا المفهوم الاسلامي للدولة الحديث. على الفيسبوك في ناس بعت سؤال بتقول يا استاذ عمرو الاخوان اذا مسكوا السلطه مش هيسيبوها لكن المرشح الثاني ممكن بعد 4 سنين يمشي لكن الاخوان هيمسكوا السلطه وهيقدروا يستحوذوا عليها. انا بدعو المصريين كلهم. ترد عليها تقول لها ايه؟ لا انا بدعو المصريين كلهم بالوعي اللي عندهم دول. كل الفئات فلاحين والعمال والكبار والمدرسين والتلامذه وهي وغيرها. علينا ان نستيقظ الان لمثل هذه الدعاوي. علينا ان نعلم اننا امام تحدي تاريخي لمصر كلها. علينا أن نفهم أننا هناك فرق بين الأخطاء. احنا ممكن نغلط مع بعض ونصلح الغلطة. وهناك فرق بين الأخطاء والجرائم والخطايا. النظام اللي فات كله خطايا وكله جرائم ولا نسمح له ولا بعودته بأي شكل من الأشكال. خلينا احنا في إطار مع بعض. يبقى عندنا أخطاء نصلحها مع بعض. لو لها ملاحظة عليا علينا أن احنا نمشي في الاتجاه الأول ولا نعقد مقارنة بين الخطايا والجرائم وبين الأخطاء المتوقعة المحتملة. مسألة السيطرة مضى زمانها. لا مجال. الشعب صاحي. الناس صاحية. ستثور أمام أي حد. احنا قلنا الدولة الحديثة من ضمن عناصرها الأساسية دولة السلطة. الشعب واقف بيعمل ايه اذا كان خلع الإجرام الكبير بتاع مبارك. فما بالك اذا احنا أمام حالة تاريخية كلنا مدعوين عشان نتخلص من باقي الجذور. عشان نزق الراس اللي جاي من الـ من الـ من الشباك بعد ما رميناها من الباب. مفيش مجال للمقارنه. ده من عوامل التي يحاول ان ابو الثار 400 500 واحد دول اللي عايزين يرجعوا بالبلد تاني
الى التعذيب. طب حضرتك يا فندم ثاني الى التزوير. طب. ولذلك الاخت الكريمه اللي بتسال انا ادعوها وادعو كل اخواننا اللي بيتفرجوا علينا والمشاهدين واخواتنا الناس اللي موجودين كلهم في مصر، احنا امام مفترق طرق، ما فيش قدامنا غير سكه واحده. لو قلنا عندنا سكتين يبقى هنرجع لورا. احنا قدامنا طريق واحد عايزين نمشي فيه كلنا. عايزين طائر مصر. مصر الطائر اللي له جناحين وجسد ورأس وبيحضن الرئيس بتاعه في المستقبل وماشي بيه فوق نهر النيل عشان يقول الى الامام، لا عودة للنظام السابق. هي زعلانة مني، انا ممكن اغلط واصلح غلطي ونصلح غلط مع بعض. الاخطاء يمكن اصلاحها. الخطايا والجرائم بتأخر الوطن كله. اذا احنا ما فيش قدامنا مجال نقول كده في النقطه دي. طيب انا هسال برضه نكمل سكتنا. طيب. الثوره ماشيه فين؟ طيب. في الاتجاه ده. هي زعلانه مني تاخد حقها. هسال حضرتك في هذا الاطار، لو سؤال. انا عندي خطا تقول لي عليه. هل لديك استعداد مثلا تعمل زي الرئيس الامريكي خطاب اسبوعي اللي هو حال الامه كل اسبوع تتحدث فيه عن مشاكل عما قدمت خلال الفتره الماضيه؟ وهل عندك استعداد اذا اتخذت قرار والناس نزلت رفضت هذا القرار أن تراجع هذا القرار أو أن تلغيه مرة أخرى؟ ده مش استعداد، ده واجب. نعم. ده أنا عايز أولادي وأهلي في مصر يبقوا دايما صحيين ويسعدني أنهم يشاركوني القرار. ويسعدني أكتر أنه لو رأيهم أكثر صوابا مما فعلت ويبقى واضح أن أرجع عن هذا القرار وأغيره. ده واجب. هي إحنا نقتدي بالسلف الصالح، بنقول إحنا نفسنا يبقى فينا حد زي عمر بن الخطاب. طبعا ما فيش مجال للمقارنة، لكن احنا بنحاول نتشبه بالرجال الكرام العظام في تاريخنا علشان نقول زي ما بنقول الرئيس الامريكي. انا هقول المرأة اللي طلعت تكلم سيدنا عمر هو على المنبر وهو اراد ان يحدد المهور في موضوع النساء، قالت له الم تقرأ قول الله عز وجل واتيتم احداهن قنطارة؟ عمل ايه سيدنا عمر؟ قال اصابت المرأة واخطأ عمر. نعم. ورجع القرار تاني. صحيح. على طول. فاذا كنا احنا كنت انا بقول، وان شاء الله اكون صادق فيما اقول، وارجو الله ان يعني على هذا الصدق والاستمرار فيه، والا اخون احد ابدا في هذا الوطن، والا اكون سببا ابدا الا في كل خير لهذا الوطن ان شاء الله. لما اقول ان انا مرجعيتي اسلامية يبقى اغلط، يبقى يتم التقويم. والراجل برضو قال لسيدنا عمر خلي بالك لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه. نعم. ايه؟ نعم. بسيوفنا. نعم. الشوارع والميادين والتحرير هو التقويم. لازم كل واحد يبقى فاهم كده، وانا فاهم كده وسعيد بكده وحريص على كده وعايز الشعب يعمل كده وانا موجود يعمل كده. لكن احنا مش هنعطل الانتاج ومحدش هيضحك علينا ويجي من الشباك. احنا قدامنا سكه واحده كلنا هنمشي فيها ان شاء الله. انا على يقين ان ربنا هيحفظ مصر وهيحفظ اهلها، وان اهلها قادرين انهم يمتلكوا ارادتهم وانهم مش هيرجعوا لورا ومحدش هيضحك عليهم ان شاء الله. ماضينا الى نهاية الصوت علشان ايه؟ مصلحة بلدنا، مصلحة ولادنا. ما نرجعش حاجة تاني، لا تعذيب ولا تزوير ولا سرقة ولا اجرام ولا ضحك على الدقون ولا ضحك على اللي ملهمش دقون. ما عادش ينفع. هنعمل ده كله مع بعض. احنا مطلوب مننا على فكرة علينا واجب. الواجب ده خلال يومين ثلاثة. احنا قدامنا سكة واحدة. ما ينفعش دلوقتي نقول ده انا زعلان منك لان انا احتمال انك لما تيجي تعمل غلط نصلحك غصب عن عينك. لكن ده حدث وانا شفت وكلنا شفنا ان في مصيبة وجريمة وقعت. فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. انا خايف على بلدي، انا خايف على وطني، انا عشت طول عمري ضد النظام المجرم ده ونالني ما نالني، احمد الله عليه، لكن انا عايز بلدي ووطني واهلي اللي سبت كل حاجه في الدنيا، علم واستقرار من وجهه نظر الناس وفلوس، وجيت عشان ابقى دايما حضنه وابقى في وسطه. النهارده في فرصه، مش عشاني، علشانه هو. واجبي قدام ربنا وقدام اهلي ان انا ابصرهم واقول لهم اللي انا عارفه. نعم. هنرجع لورا؟ هنجيب حسين سالم تاني؟ هنجيب موقعه الجمل تاني؟ ولادنا هيموتوا تاني؟ اقسام الشرطه هتبقى فيها عداوه بين الشرطه وبين الشعب تاني؟ احنا عاوزين نصلح. المرور هيفضل متنيل كده؟ اللي بيموتوا في الطرق في السنه كام؟ 8000 بالاحصائيات الرسميه. صحيح. بيموتوا. صحيح. اللي بيتعوروا في الطرق في السنه كام؟ 30000. صناديق الخصح مش عشاني والله،
ده همة ايه للسلطة التنفيذية؟ انا عايز الناس كلها تعرف، انا مش عايز سلطة، انا بتكلم عن وطني، انا عايز حمل مسؤولية، عايزهم يحاسبوني، يثوروا عليا لو شافوا مني غلط، يقوموني زي ما قالوا بالسيف علشان يقولوا ده غلط. لكن نرجع تاني، نرجع تاني مع المجرمين؟ هل ده معقول؟ الاجرام والكذب والتزوير كل ده نرجع له تاني بعد ما ربنا عافانا من ثلاث ارباعه؟ بقى حتة صغيرة نزقها عشان نكمل ان شاء الله. انا على يقين ان اللي بيسمعوني واللي ما بيسمعوش هو هيتنقل لهم الكلام، واللي الشائعات حضرتك ذكرتها علشان عدم وجود الرجولة والمروءة، ما فيش رجولة ومروءة، ما فيش برامج، ما فيش حد عنده برنامج يقدمه، مكسوف من نفسه، النظام اللي فات يقول ايه يعمل ايه، مكسوف من نفسه يعمل ايه، يشتمني. اذا كان عليا انا عشان بلدي انا هستحمل، اللي مش هستحمله ولا اقدر اقعد ساكت فيه هو ان مصر اللي صارت وولادها ماتوا وغرقوا في البحر عشان الوظائف، وعدوهم بيسيطر عليهم وخوفهم، وهم 90 مليون وعدوهم 5 مليون بيخوفهم، ما يرجعوش كده تاني ابدا، ما يضحكش عليهم تاني، ما يضحكش عليهم تاني، ما حدش يرجعهم لورا تاني، مبارك مش هيجي تاني ابدا، لا هو ولا اللي كان بعونه ولا بغض الطرف عنه. الدال على الخير كفاعله، والذي يعين الظالم ظالم زيه، من اعان ظالما فقد ظلم، حتى لو كان ما شاركش لكن هو شارك وشاف وخطط ودبر. هو المجموعه المحبوسه في موقعه الجمل محبوسه ليه لغايه دلوقتي؟ ليه؟ عشان عملت ايه؟ كان فيهم اعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس شورى، الاجرام اللي تم ده عشان ايه؟ مين اللي عمل كده؟ إذن إحنا أمام مفرق تاريخي. أنا بقول للأخت وأنا مشفق جدا عليها، ما أعرفش هي كبيرة ولها أولاد ولا هي جزء من أسرة ولا زوجة، أنا بقول لها أولادك في المستقبل هتقولي لهم إيه بعد سنة واتنين؟ أنا رجعت بإيدي عشان زعلان أو شاكك في إن محمد مرسي هيعمل حاجة غلط في المستقبل، فرجعت الإجرام بإيدي وأنا متأكد إنه إجرام، امام حالة شك وظن يمكن يحصل. مين يعرف الفلاحين اكتر مني؟ لكن ايضا مين يعرف العلماء والساسة اكتر مني؟ الحمد لله. فاذا احنا محتاجين لقرار واضح في نفوسنا. هكرر تاني الكلام عشان وطني، والله ما عشاني انا، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. هذه نصيحة واجبة علي لأهلي، لأهل مصر، وأنا شايف العالم كلنا بيتحرك إزاي. العالم كله بيتكلم عن الغواصات وعن الصواريخ عابرة القارات وعن مصانع المصانع وعن استخدام المياه التقيلة والخفيفة وعن المياه الجوفية العميقة وعن شبكة الطرق اللي تحت المدن وعن حل مشاكل استراتيجية وعن عربيات ذكية وعن قطارات سرعتها 400 و600 كيلو في الساعة، واحنا لسه عندنا القضبان بتتكسر. فين فلوس السكة الحديد؟ من اللي خربها؟ احنا لسه جايين نضحك على الناس تاني ونقول لهم هجيب لكم العسل واللبن؟ منين؟ على فكرة في بلدنا بيقولوا يغور اللبن من وش القرد، مش عايزين لبن من عند القرود، القرود يروحوا الجبلاية والذئاب ما لهمش مكان في مصر. وانا عايش وان شاء الله سيرى المصريين خيرا بمجهودهم. لا اريد ابدا ان ياتي يوم احس انا ان انا قصرت في تبصير وتوعيه اهلي باللي انا عارفه. انا ما بتهمش حد لكن بحذر من التزوير، واكبر مساعد على هذا التزوير ان يبقى عندنا موقف سلبي او نقول ما نروحش او اصلا انا مش شايف كده حاجه. في فرق؟ ازاي ما فيش فرق؟ مش عشاني والله، والله ما عشاني. ازاي ما فيش فرق؟ الفرق بين الاجرام والخطأ، الفرق بين مبارك والمسيرة الثورة، الفرق بين الجوع والموارد والخيرات، الفرق بين الكرامة وبين اهدار كرامة الانسان، الفرق بين مصر في القرن 21 و22 ومصر في القرن 17 والاحتلال الانجليزي، الفرق بين السلاح الفاسد
ودبابات وغواصات ونهضة حقيقية. فرق كبير جدا. فاقد الشيء لا يعطيه. من أين يأتي الأمن والاستقرار من هؤلاء؟ بعلامة إيه؟ بأمارة إيه يأتي الأمن والاستقرار؟ بعلامة إيه؟ بأمارة إيه؟ إن الذين آمنوا ولم يتبعوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هم الذين لهم الأمن. أي الفريقين أحق بالأمن؟ مين؟ اللي مش من هنا؟ ولا اللي عايش الهم المصريين كلهم مع بعض إحنا؟ مين اللي جاع قبل كده المصريين؟ مين اللي عانى قبل كده المصريين؟ انت بتقول لي اديلك في الصوت 1000 جنيه وبعدين بعد يومين ثلاثة مصرفهم سمكة من التنة اتاكلت وانا جعان وخلصت. انا عايز شبكة وصنارة عشان اصطاد من ارضي ووطني واهلي وبلدي عشان ولادي. ما يخلش على الاخت دي ولا غيرها ابدا. كل دعاوى الزيف تزوير الوعي تلفيق الحالة. قال يعني لا اقلب صفحة الماضي تعال نبقى منافسين. منافسين على ايه؟ على ايه؟ ارض مصر، شعب مصر، مستقبل مصر، استقلال مصر، روح مصر، انتاج مصر، مية مصر، موارد مصر، قناة مصر، اعداء مصر. هنعمل ايه؟ المصريين النهاردة داخلين على مستقبل رائع، على موارد ضخمة بإذن الله، على استقرار حقيقي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله دكتور. ده مش ممكن هيكون مع نظام مبارك. مش ممكن، مش ممكن دكتور. الحقيقة برضو يعني البعض برضو على الفيسبوك برضو بعت لنا بيقول لك لكن الاستحواذ على السلطة في تقديرهم الشخص، شايفين عندما يكون الرئيس من حزب الحرية والعدالة أو ينتمي للإخوان، عندما يكون البرلمان الأكثرية فيه من الإخوان المسلمين، ده بيديهم انطباع أن هناك استحواذ على السلطة وأنه لا يوجد هناك نوع من التباين، يعني أو أن قوى المعارضة. أنا بس الآية القرآنية إن الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم مش يتبعوا، يلبسوا. نعم. عشان بس أصحى. نعم. الواقع معلش يعني أحيانا جل من لا يسلم. نعم نعم نعم. فيعني كيف ترد على هؤلاء الذين يشعرون أن بذلك يكون هناك استحواذ على السلطة، سواء على مستوى رئيس الجمهورية، على مستوى الحكومة، على مستوى البرلمان؟ على أي حال السلطة التنفيذية دلوقتي في مصر نعم ضرب من ضروب الانتحار، لا يقدم عليها أحد أبدا ويكون مخلص لوطنه وبلده. نعم. نعم. وعايز يعمل تغيير بجد ويعتبر نفسه حينام أو حيبقى هاني البال أو مرتاح أو مطمئن أبدا. إنها هم ثقيل ليلا ونهارا في المستقبل، فلا مجال لكلمة الاستحواذ ولا السيطرة. ويكفي حزب الحرية والعدالة والإخوان هما أن يكون منهم واحد في مؤسسة الرئاسة، يكفيهم هذا. إن كان فيها خير أهو واحد، وإن كانت غير ذلك وهي في الغالب غير ذلك، يبقى واحد فيهم بس كفاية عليه يتضايق في الدنيا ويتعذب في الآخرة. ربنا يقينا جميعا شر عذاب الآخرة إن شاء الله. لكن إحنا بنتكلم عن كفاءات ومستشارين وتنوع، والإخوان قد يكون فيهم كفاءات وقد يكون منهم مستشارين، فلما نحرم الوطن من هؤلاء؟ لكن سيطرة لا، سلطة يسيطروا عليها لا، استمرار في هذه السيطرة مستحيل يحدث. نعم. مستحيل، لن يكون إن شاء الله. شباب الثورة فندم أخبروا إيه؟ هل هناك توجه موجودين في عناية شباب الثورة، مناصب لشباب الثورة؟ أنا قلت، ما أنا قلت. نعم. يعني من نواب رئيس الجمهورية ومن المساعدين والمستشارين شباب من الثورة، مش ليمثلوا الشباب فقط. نعم. لا، علشان يشيلوا هم وحمل يحملوا ملفات بجد. دول يعني عكاكيز الحاكم العادل. محمد عمر من مشاهدي البرنامج على الفيسبوك بيقول علاقة الدكتور مرسي بالشيعة ايه وهل ستسمح لهم بالظهور في مصر؟ مصر دولة سنية اصلا. نعم. اهل السنة والجماعة هو المنهج المصري. انا قلت الازهر ويعني اهل السنة والجماعة ومذهب اهل السنة والجماعة ومنهج اهل السنة والجماعة مصر لا يمكن ان تكون غير ذلك. مصر سنية. نعم. يعني مش بالأغلبية، كلها. أحد بناتنا على الفيسبوك بتسأل حضرتك أنت فعلا حضرتك هتعمل سن تخلي فيه البنات يتحجبوا ولا هتخليها حرية شخصية؟ ورأيك إيه في المدارس اللي بتفرض الحجاب على بعض البنات؟ لا لا لا، لا. ما فيش حاجة اسمها مدارس تفرض الحجاب، ده زي مدارس. ما فيش حاجة قانونية بتقول البنات اللي يفرضوا الحجاب، لا، ده زي مدرسة. المدرسة بتقول اللون أزرق مش عارف فانيلا، بيقول مش عارف بنطلون، ده زي مدارس. لا، ما فيش حد يفرض حاجة على حد أبدا. احنا قلنا قبل كده الاعتقاد فيه حريه، فنبنى بموادنا من ذلك. لا تمام. وبناتنا الحمد لله كلهم يعني بنات مصر كلهم يعني باعراف مصر وثقافتها واخلاق الشرق، احنا ما بنشوفش حد فيهم ابدا بيتصرف بطريقه مبتذله ابدا. يعني الفن بقى والثقافه
الملاحظ يعني ان الفنانين والمثقفين يعني مواقفهم حتى الان مش واضحة تماما من الاختيار في رئيس مصر القادم. بعضهم قرر ان يعزف ان يقاطع، وبعضهم قرر ما قرر. السؤال ده في النهارده قال المخرج علي بدرخان اعلن على هذا الموقف، يعني دعمه لحضرتك على على الخبر نازل على تويتر وعلى فيسبوك على موقفه. ومخرج سينمائي كبير. السؤال هل حريه الابداع، حريه الانتاج السينمائي والتلفزيوني مصانع في عهد الرئيس محمد مرسي؟ هل هناك ردة؟ هل هناك تراجع؟ هل ممكن أن نفاجأ غدا بمصادرة كتب وروايات لأدباء أو منع أفلام سينمائية لمجرد أنها حتى تنتقد أفكار الدكتور محمد مرسي أو تنتقد جماعة مستحيل الإخوان؟ مستحيل أن يكون كذلك، مستحيل. نعم. الفن بكل أنواعه، نعم، والأدب بكل تفريعاته، والإبداع في كل هذه المجالات له احترامه وتقدير أصحابه، وأنا على يقين أنهم كلهم حريصون على أن يكون منتجهم هادف، الفيلم السينمائي الهادف، المسلسل التلفزيوني أو اللي بيخدم قضية اجتماعية موجودة في المجتمع، المسرحيات اللي بتقدم للناس كوميديا يرتاحوا إليها بيروحوا بها عن أنفسهم وتعالج قضايا موجودة على الساحة. بتشوف أفلام تتفرج على الأفلام؟ والله كثيرا ما يحدث. آخر فيلم شفته كان إيه؟ لا بس إحنا هنتكلم دلوقتي في تفاصيل. لا أنا بس يعني هكلمك على الجيل بتاعي وهكلمك على الجيل بتاعي. طيب حضرتك اتفضل. الأفلام الهادفة في تاريخ مصر موجودة، والأغاني والأناشيد الهادفة في التاريخ المصري موجودة، والإبداع في مجالات كثيرة جدا داخل مصر. في إطار كلمة الإبداع معرفش ليه بينصرف الذهن إلى الفن بس، مع أن الإبداع ده قيمة إنسانية في كل المجالات، في مجال العلم التطبيقي والعلم الاجتماعي والتجريبي موجودة، الإبداع ده موجود، لكنه أيضا في الفن موجود. إحنا لما بنرجع لمنتجات مثلا طه حسين مثلا، حد بيختلف عليها؟ لا. طيب لما بنرجع لشعر إبراهيم ناجي شعراء المهجر، وهو طبيب مشهور، وهو لما راح له مسيحي إبراهيم ناجي مش كده، لما راح له المريض كشف عليه هو في عيادته فاداله 2 جنيه صحيح، وقال له روح اشتري فرختين ما تشتريش دواء. ده بعد ايه؟ ده بعد انساني عظيم. ما هو ده اللي عمل الاطلال اللي غنتها ام كلثوم. صحيح مش كده؟ بتحب الاطلال؟ بيقول لك مش بيقول بتحب ام كلثوم يا حبيبي انظرت يوما ايكه طائر الشوق يغني ألما، مش كده؟ نعم. هو ده الفن مش كده ولا ايه؟ في فن خفيف تاني شويه، لكن في فن عظيم. ونسى محمد عبد الوهاب ولا فايزة احمد في هالي الود عليه مثلا، مش كده؟ صحيح. مش ده فن راقي انساني بيمس القلوب وبيعالج بعض الامور في النفوس؟ مش ده فن؟ لما بنشوف الافلام اللي بتعالج قضايا اثناء النكسه في 67 ولا غيره، زي فيلم انا قلت قبل كده حتى على الرصاصه لا تزال في جيبي في اثناء 67 والحاله النفسيه اللي كان موجود فيها الناس، لما بنسمع ام كلثوم وهو بتغني وبتنشد للسد العالي، وساعتها كان ده قيمه كبيره لانه قرار كبير ومنشا ضخم جدا وحاجه عظيمه وقرار استراتيجي واول اخره. يعني احنا لما بنسمع في تاريخنا ونشوف في ادبنا المعاصر، لما نشوف حتى روايات جورج زيدان في المرحله اللي انا كنت فيها شباب، المملوك الشارد مثلا، جورج زيدان ده مش مسيحي؟ احد مكونات تركيبتي النفسيه في سن الشباب وانا عندي من 15 ل 20 سنه روايات كثيره لجورج زيدان مثلا. لما بنشوف العقاد والعبقريات ونشوف ازاي خدم هذا الجانب في الروايه في الحديث المعمق العميق جدا عن الخلفاء الراشدين وعن المسيح، عبقريه المسيح، مش بس عبقريه عمر ومحمد وابو بكر، لا ده عبقريه المسيح لما كتب، لما نشوف كتابات خالد محمد خالد، لما نشوف كتابات الناس المعاصرين الجدد والمنفلوطي وغيره، احنا عندنا تراث عظيم جدا، وعندنا افلام وعندنا سينما وعندنا ناس عندهم مخرجين كبار عظام، ناس محترمين، ونجيب محفوظ وروايات كثيره جدا 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 مهمه، واحترام وتقدير للفن
بغض النظر عن صاحبه بيحب مين ويكره مين. انت كلمتني لو نقدوك، طب ما النقد مطلوب، ما نصلح. زي ما بنقول عايزين نعمل ثوره على الحاكم، ما ننتقدوش كتابه. طب حريه الصحافه بقى في النقد، هناك فرق بين النقد النقد البناء الموضوعي والتجريح. انا حتى اهل الفقه بيميزوا بين الجرح والتجريح. صحيح. ها؟ صحيح. الجرح ما فيش في حاجه، التجريح هو اللي ما ينفعش، مش كده؟ الصحافه والاعلام. الصحافه، عايز اتكلم في الصحافه والاعلام، لان اسمح لي دكتور، يعني انا نفسي اعمل لقاء مع الفنانين كلهم علشان نتكلم كتير قوي في ازاي نخدم بلدنا وهم عندهم هذه القدره نعتي مع بعضهم. طب ازاي نزيل القلق اللي موجود جوه بعض المبدعين في مصر والمثقفين من حكم الدكتور محمد مرسي؟ نشيله ازاي؟ هو اصلا مش هيبقى حكم فردي. اكتر حاجه تزيل هذا القلق هم ثقتهم في هذا الشعب وفي انفسهم. نعم. انه مش حكم شخص، ده حكم قانون، ده ارساء لمبدا وقيمه القانون الدستوري، الدوله القانونيه. وبالتالي هم محترمين ومقدرين في ادائهم وكل ما يفعلون. هم خايفين من فرض قيود على الابداع؟ لا لا لا. هذا كلام اصلا لا مجال له على الاطلاق. هم اصله تعيدهم يا فندم انه لا يوجد اي فرد اي قوائم. انا قلت قبل كده وباكد اهو. نعم. لا يمكن لا جورنان ولا قناه ولا كتاب ولا يصادر. خلي بالك ان في احيانا المجتمع يرفض حاجه من الحاجات، المجتمع نفسه يرفضها. يعني نصر ابو زيد الله يرحمه لما اتكلم كلام كنوع من انواع الادب، اعتبره هو نوع من انواع الفكر الانساني، الناس رفضته. المحكمه حتى حكمت عليه. فالمجتمع نفسه احيانا يرفض حاجات. رئيس الجمهوريه لا يمتلك في هذا ان هو يقول ده مقبول وده مش مقبول، انما احيانا الذوق العام والثقافه العامه وطبيعه المجتمع ترفض اشياء. هناك ما يصلح في فرنسا مثلا ولا يصلح في مصر. لكن هذه امور تترك في حينها وفي جوها لاصحابها، والتميز بيحصل بالمنتج. اذا انتقلت للصحافه، البعض ياخذ على حزب الحريه والعداله انه يريد تطبيق نفس القواعد التي كان يطبقها الحزب الوطني في اختيار رؤساء التحرير، ويمكن ده اللي عمل هذه الفتره الاخيره بعض القلاقل. صحيح. اسمح لي اعترف معك. اتفضل يا فندم. حضرتك انت اكيد قابلت الدكتور احمد فهم. ايوه فندم. واتكلمت معاه في مثل هذه الموضوع. نعم. هو رئيس مجلس الشورى. نعم. كان مفروض رؤساء مجالس ادارات الصحف. نعم. وبعض المجلات كان لهم قرار ينتهي دورهم او مناصبهم في 17/3. طب مظبوط. سؤال مرس. الدكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى، ومجلس الشورى اتخذ قرار. نعم. واضح باستمرار كل الناس في اماكنها لحين دراسه الموضوع لصدور قرار جديد لهم. وكان مشرفني الدكتور احمد مرسي هنا في البرنامج. احمد فهمي. دكتور احمد مرسي في ده. انما انا عايز اقول لحضرتك انه بعت الموضوع لنقابه الصحفيين. ايوه. وقال لهم ادرسوا الموضوع ده، وهم كونوا لجنه موسعه من صحف مختلفه ومن دور نشر، وبيدرسوا الموضوع ولم ينتهوا منه بعد. احنا دلوقتي داخلين على 17/6، يعني 3 شهور كامله، وما زال كل واحد في مكانه، وليس هناك موقف من احد على الاطلاق من شخصه. وانما الموضوع يدرس حتى يخرج القرار، لان دي مسؤوليه من وجهه نظري كما افهم، حتى يخرج القرار فعلا محققا للمصلحه دون جور على احد. وده ما زال بيدرس لغايه دلوقتي. لم تنتهي من هو. انا سالت السؤال ليه يا دكتور بشر بعد اذن حضرتك، لان بعض الصحفيين انسحبوا من الاجتماع، عشان كده انا حبيت اسال هذا السؤال. انا اجتماع؟ الاجتماع اللي كان معمول مع لجنه الثقافه والاعلام في مجلس الشورى. لا، انا شايف ان الانسحاب ده يعني في شويه تفاصيل، وفي عامل شخص شويه، وفي طبيعه مرحله فيها بعض الالتباس. وانا اتصور ان هذا لن يؤدي الى فشل، ولكن سيلتقوا مره اخرى، وهناك تجميعه ان شاء الله لهم كلهم. اظن الدكتور احمد كان بيكلمني انه لازم هيجمع الكل تاني بغض النظر عن اللي حصل في اللجنه نفسها. يعني عظيم، عظيم جدا جدا ان شاء الله. خليني صحافه السلطه الرابعه. لكن الفتره عظيم. الفتره اللي فاتت كان في، يعني اسمح لي حضرتك، كان في بعض الضيق من بعض الزملاء الاعلاميين والصحفيين نتيجه بعض التصريحات التي وصفتهم بسحر الفرعون وما شابه ذلك، وده عمل حاله احتقان نوعا ما بين حزب الحريه والعداله، لن اقول شخص حضرتك الكريم، لكن بين حزب الحريه والعداله وبين مجموعه الاعلاميين والصحفيين. كيف يتم يعني انا عندي الشجاعه الكافيه. نعم. ان اعترف بالخطا ان وقع، وان اعتذر عنه اذا اساء الى احد. وفي نفس الوقت أقول إن هناك بعض الأمور تؤخذ في غير سياقها. نعم. أو تجتزأ من السياق، تتخذ بعيد، تتفهم خطأ، تتنقل في إطار غير صحيح، يتخذ جملة ويتساب جملة. أما إذا ثبت خطأ صدر من الحزب اللي أنا رئيسه، أو حين أكون رئيس جمهورية من المؤسسة التي أرهسها اللي هي مؤسسة الرئاسة، فأنا مستعد لإصلاحه
والاعتذار عنه اذا لزم الامر. احنا عايزين نحافظ على بعض، مش عايزين نبقى ضد بعض، عايزين نحافظ على بعض. ده شيء كريم جدا من حضرتك. مشروع النهضه احنا عايزين بس اخلاق المهنه، نعم، اللي يقرها اهل المهنه وميثاق شرف المهنه يرتفع بمستوى الاداء الى المستوى اللائق بمصر وشعب مصر، نعم، ونبعد عن التجريح وعن احنا نجرح بعض وندور على بعض على سفاسف الامور عشان نتحرك لقدام باذن الله ان شاء الله. مشروع النهضه دكتور محمد، يعني البعض بيقول انه عشان يتنفذ محتاج مده طويله لا تقل عن 16 سنه، يعني على الاقل في الاربع سنوات الاولى ان شاء الله لحكمك، يعني تتوقع تنفذ قد ايه من هذا البرنامج، برنامج النهضه؟ هو حضرتك في مشروع النهضه، نعم، وده مقترح مقدم من حزب الحريه والعداله ومن الاخوان المسلمين مع بعض الى الشعب المصري الى المصريين الى اصحاب الراي الى المتخصصين عشان يقولوا رايهم، يقولوا نصايحهم، يضيفوا اليه، يختصروا منه. اذا اتفقنا عليه يبقى مشروع لمصر، تاخدوا الحكومة المصرية ايا كان انتمائها عشان تطبقه من اجل مصلحة مصر. ده المشروع الكبير. أيه. لكن برنامج الرئاسة اللي هو الاربع او خمس سنين حسب مدة الرئاسة ده جزء من مشروع النهضة. وبالتالي الفرق بين برنامج الرئاسة وبين مشروع النهضة هو في المستهدفات، حجم الاهداف التي يمكن ان تتحقق في اربع سنوات. نعم. وبالتالي الاربع سنوات اللي جايين دول اربع سنوات صعبة جدا. صحيح. بالنسبة لرئيس الدولة وبالنسبة للسلطة التنفيذية سواء كان رئيس الدولة أو الحكومة، لأنه أمامنا مشاكل كتير جدا، احنا ذكرنا منها أربع خمس مشاكل. نعم. المشاكل أكبر من كده بكتير جدا. أنا أحدثك ولا حرج عن مشروع حريص جدا على إتمامه في أربع سنين، مشروع السكة الحديد. ضروري تحديث السكة الحديد في مصر، سورياني الحياة الأساسي، ده عايز 50 مليار جنيه. كيف يتم تدبيرهم؟ هل رجال الأعمال المصريين مستعدين يدخلوا في الموضوع بنظام المشاركه او المشاركه في الاداره اللي بيقولوا عليه البي او تي او غيره؟ هل احنا محتاجين لمستثمرين اجانب؟ هل سنستطيع ان نوفر لكن لابد من اعاده النظر في السكه الحديد في مصر. شبكه الطرق في مصر تحتاج الى اكثر من 100 مليار جنيه في خمس سنين، كل سنه 20 مليار. شبكه انفاق القاهره العميقه تحت القاهره كلها عشان الحل الجوهري لمشكله المواصلات في القاهره. المدن الصناعية وامتداداتها وشركات الخاصة اللي بتتجدد تراخيصها كل سنة، لماذا التراخيص كل سنة؟ هذا تعويق. الكاردونات بتاعة المدن الصناعية المحدودة عايزة تتوسع، الصحراء موجودة حوالينا، الصرف الصحي في مصر مأساة. أنا اللي عارف الدلتا تسبح على بحيرة من الصرف الصحي. صحيح. والمياه الجوفية القريبة مش العميقة ملوثة. وحتى القاهرة. والصعيد بيصب في النيل، والعاشر من رمضان بيصب في الصحراء، ومحطة المعادي وشبرا الخيمة بنسقي منها الزرع اللي بيجيب منه الخضار. احنا عندنا مأساة كبيرة في المشاكل. فأنا عندي مشروع الرئاسة في المحاور الأساسية السياسية ضروري إعادة اللحمة السياسية بقى. فصل بين السلطات بجد، البرلمان يشتغل، رئاسة الجمهورية تشتغل، الحكومة تشتغل، القضاء مستقل، السلطة الرابعة الصحافة تشتغل، الإعلام، البلد تاخد نفس عميق وتنتقل وتتحرك. ثم المجالات الإنتاجية والاقتصادية ودي كتير جدا، والمجالات الخدمية، الصحة والتعليم، تنمية الزراعة، مصر بلد زراعية، والبطالة دكتور، والقضاء على الفقر. هل ثلاث مطارات مش مطار واحد؟ في كلام كتير جدا، عايز عزيمة وإرادة. عندنا موارد كتير وعندنا ناس مستعدين يدخلوا باستثمارات من المصريين ومن غيرهم. احنا عايزين الناس تطمئن لبعضها ونبقى عندنا عشان كده احنا عايزين نكمل الثورة، مش نرجع تاني للنصب والاحتيال. وبالتالي المشروع بتاع برنامج الرئاسة جزء من مشروع النهضة. مشروع النهضة مقترح لمصر كلها، وبرنامج الرئاسة انا بقدمه، وفي مجالات كتير، والتمويل مش صعب. نوقف السرقة، نحط ايدينا على الجرح، الجسد يتعافى، مصر تقوم. إذا قامت المنطقة العربية كلها هتقوم. عايزين سوق عربية مشتركة بجد. عايزين زي الاتحاد الأوروبي ما عنده سوق مشتركة، نبقى عندنا سوق مشتركة. نقدر نعمل عملة موحدة في المنطقة العربية. 22 23 كان دولة. كان حلم ولم يتحقق يعني. شايف إن ممكن يكون في علاقات بين مصر والدول العربية في هذا النوع؟ أنا شايف جدا. الوحدة العربية تتحقق فعلا. أنا شايف جدا. إمكانياتها موجودة ومواردها موجودة. والحب والرغبه ليها موجود. مين اللي بيقطع وفرق؟ كان النظام اللي فات بيعمل كده.
كان بيتجه شمالا وغربا اكثر ما يتجه شرقا وجنوبا. بوظ العلاقه مع دول حوض النيل. عايزين نرجع له تاني؟ ان شاء الله لا. سيناء والنوبه في يعني في خيالك يا دكتور محمد، كل الاطراف تفكر في مشروعات محدده لاعاده النوبيين الى موطنهم، الى تعمير سيناء وشعور المواطن السيناوي انه صاحب ارض. يعني انا رحت لهم. نعم انا عارف. وقعدت معاهم. دول في قلبي بجد. وكان استقبال حافل انا عارف. جدا جدا عارف. جدا. لا وكمان في مرسى مطروح. ايوه. على فكره في الطريق وانا راجع من مرسى مطروح حصلت حاجه ظريفه جدا. لقيت يجي 500 عدد كبير جدا من الناس جايين على الطريق عند منطقه الضبعه. ما كنتش اعرف هم جايين ليه. فوقفت بالعربيه قلت يعني مصريين شباب كده زي الفل كده. فلقيتهم بيقولوا احنا بنأيدك بس احنا لنا مطالب. ايه المطالب؟ شويه حاجات. عايزين بيوتنا اللي احنا ساكنين فيها من ايام اجدادنا 150 سنه نتملك ارضها. ده حق طبيعي. عايزين الارض بتاعت اجدادنا اللي احنا بنزرعها تبقى بتاعتنا. ده مبدا اسلامي. من احيا ارضا مواتا فهي له، ما احنا مالكها لمين؟ عايزين ندخل الشرطه، كليه الشرطه، ونبقى موجودين قيادات. مفيش محافظ مسك مرسى مطروح من اهل مرسى مطروح لا عسكري ولا مدني في الاربعين سنه اللي فاتوا، غير مره اظن حد جاب رئيس مجلس مدينه ولا حاجه. ليه؟ قالوا لي بقى الضبعه ومشروع الضبعه مش عايزين نووي. قلت لهم بس انا بس نتفاهم، اصل انا راجل بتاع طاقه ما ينفعش كده. فوقفنا شويه نتكلم، ادوني ملف اقدره جدا، بيقولوا ان موضوع الضبعه حصل فيه. قريت الملف، في شويه حاجات فيها تجاوزات وفيها وفيها وفيها. على اي حال الدنيا واسعه. موضوع النووي ده ما كانش بيتاخد بجد، ده من صيف 2006 لما جماعه المجرمين ما لهوش حاجه يعملوها، قالوا هنعمل مشاريع نوويه، ولغايه النهارده بنتخانق على الارض. على المكان اللي هنعمل فيه المشروع من 2006. وكنت انا دايما اقول للمهندس حسن يونس وزير الكهرباء كل ما قابله اقول له اخبار المشروع بتاعنا، يقول لي مشروع يعني. كنت متفق معاه على موضوع لابد من دخول المجال النووي، لابد من احنا نولد طاقه من محطات توليد طاقه كهربائيه نوويه. محطه غرب القاهره بتستخدم 70 طن مازوت في الساعه، مازوت. لو بقيت ناوي تستخدم 7 جرام في اليوم، التلوث اللي طالع منها على القاهره كلها المازوت ماساه، مش حتى غاز طبيعي. يقول لي الملف ده مع الرئيس، ارجوكم ما تكلمنيش فيه. ليه؟ هو احنا رايحين نعمل سلاح نووي؟ ده احنا عاوزين نتعلم الطبخ ونعمل محطات توليد كهرباء. فكان كلام نصب واحتيال وموضوع الضبعه. فانا قلت للشباب اللي قابلوني دول هذا الموضوع يدرس والدنيا واسعه ونبص نشوف الموضوع، يمكن في مشاكل تتحل او يمكن ما يكونش له لازمه للمكان نفسه. لكن موضوع الوقود النووي ودخول الطاقه النوويه والطاقه الشمسيه وطاقه الرياح في مجال الطاقه في مصر، والبحث عن البترول في مصر، والابار الواعده، في شركه من حوالي 3 اسابيع اعلنت استكشاف 250 مليون برميل، 250 الف في اليوم برميل في اليوم في احد المناطق في الصحراء الغربيه موجوده، والغاز والابار والحقول الجديده اللي في الشمال اللي ناحيه غزه اللي على الحدود بتاعتنا اللي في البحر المتوسط، يعني حقل كبير جدا. انا عايز اقول انه شمال سيناء، الواحات والوادي الجديد، النوبه، وانا رحت بتوع ناصر النوبه وقعدت معاهم، وقالوا عن البحيره، تنميه البحيره واللي حواليها والارض بتاعتهم القديمه والتعويضات بتاعت بيوتهم ساعه ما كان جه الفيضان حتى من قبل 52، ما يرجعوا ارضهم وياخدوها ويزرعوها ويعملوا منتجعات وينموا المنطقه، هم اولى من اي حد غيرهم. ايه المانع؟ هي هتروح لمين؟ لحسين سالم تاني؟ هنرجع تاني لحسين سالم والمصيبه اللي كانت موجوده؟ ولا اي حسين سالم؟ مش هنرجع للموضوع ده تاني. وبعدين سينا ضروري تعمرها، احنا عندنا مشروع كبير لسينا. سينا فيها 500 ألف فدان بميتهم جاهزين للزراعة الصبح. لماذا لا تزرع؟ ولماذا لا يملك أهل سينا هذه الأرض وجنوب سينا؟ والمشايخ اللي وزعماء القبائل، عيب إن كان دايما النظام اللي فات يتهمهم بالعمالة للعدو، عيب. بالعكس، دول ناس شرفاء كرام عرب بيحبوا بلدهم ووطنهم، عايشين على قيم كبيرة ورفيعة. بالعكس، ده أنا لما أسأل بتوع المخابرات أو المخابرات العسكرية يقولوا دايما كانوا بيتعاونوا معانا. لماذا كانت هذه الشائعات؟ لماذا قيل عنهم ذلك؟ مواطنين من الدرجه الاولى مثل باقي المواطنين، مدارسهم والتامين الصحي والعلاج، ضروره امتداد الاثر العماره اليهم والمواصلات، السكه الحديد والوصول الى الاطراف. مصر باطرافها هي جناحين الطائر الكبير بتاع مصر. اذا كان بطنه وقلبه على النيل فجناحينه على الاطراف كلها.
احنا كلنا عايزين نطير مع بعض عشان سفينة الوطن ان شاء الله تبحر الى الخير. دكتور يعني سؤال حول علاقتنا باسرائيل، هل ستبقي على الاتفاقيات لتصدير غاز واتفاقية الكويز والتبادل التجاري والسياحي، ولو ضربت اسرائيل غزة بالقنابل وقتلت الاطفال هل تطرد السفير الاسرائيلي وتقطع العلاقات الدبلوماسية، ولو هناك ضرورة ملحة للسفر الى اسرائيل هل تسافر ام لا؟ انا عايز اسأل الشعب المصري السؤال ده، انا ابن الشعب المصري، انا طالع من هنا وعايش الاتفاقية في 79، كنت ساعتها بدرس في امريكا وعارف التفاصيل كلها اوي اوي يعني، وعايش الدور وعارف المصريين عايزين ايه. عايز اقول لك الحاجة، مصر دولة كبيرة جدا وليها قيمتها على الرغم ان المجرمين اخروها اوي، وقعت على اتفاقية، بنحترم الاتفاقية الموقعة ضروري، ولكن في بعد لكن تفاصيل الغرب يعرف يعني ايه لكن، لكن لازم الطرفين يحترموا الاتفاقية، لكن ما نتكلمش عن رأس الهرم ونقول انت هتزور ولا هم هيزوروا والهرم مش موجود. فين الاحترام المتبادل؟ فين اللي منصوص عليه في الاتفاقية في انه السلام الشامل والعادل لكل شعوب المنطقة؟ فين عدم الاعتداء من اي طرف على الاخر؟ فين السلام الحقيقي اللي في المنطقة؟ فين حسن الجوار اللي اتكلموا عنه في الاتفاقية؟ في اتفاقيتين، واحدة بين مصر وبين اسرائيل وواحدة خاصة بين الاسرائيليين والفلسطينيين. مين اللي هجم على مين من ساعتها لغاية دلوقتي؟ فين الخط الاخضر بتاع سنة 48؟ مين اللي وقف بره الخط الاخضر؟ مين واقف على ارض مين دلوقتي؟ مين اللي اعتدى على غزة؟ مين اللي سيح دم مين؟ مين اللي استخدم الدبابات قدام الطوب؟ مين اللي استخدم الطيارات قدام اللي زلط؟ مين اللي حاصر؟ مين اللي جوع؟ الدم اورق فين؟ مفيش مجال ابدا ان احنا نتكلم عن طرف مسالم مقاوم وده حقه. في مصر كارتر بيقول ده مبارك هو اللي كان السبب، انا اسف مبارك كان سبب في مصايب كتير، لكن انت امريكا بتقول انا ضامن لما لقيت العدوان من الطرف الاخر، قول لهم ان ده مش سلام، ده يهدد السلام. عايز سلام لازم تحترم ما وقعت عليه على الاتفاق، اذا لم تحترمه فلا تلومن الا نفسك. المصريين يمتلكون ارادتهم، ده مش من عندي، ده اللي مكلفني بيه المصريين لما بسالهم وامشي في وسطهم وعايش معاهم وشايف نبضهم كان قد ايه لما الدم الفلسطيني ساير، لما العساكر المصريين اتضربوا على الحدود، لما جه النظام اللي فات يعمل السور والعازل الفولاذي الصلب اللي عامله في الارض عشان يمنع ان المدد يروح من المصريين لاخواتهم الفلسطينيين. لو في تجاوزات اصحابها يتحاسبوا في قانون، لو الحدود ما تحترمش يبقى الاتفاقيات ما تحترمش، لو اتفاقيات ما تحترمش يبقى التعامل ما ينفعش. احنا شعب حر وعندنا ارادة وموارد، احنا اقوى من اي حد بفضل الله سبحانه وتعالى بمواردنا وارادتنا، محدش هيملي علينا حاجة. المصريين كلهم هيقولوا كلمتهم بعد يومين ثلاثة عشان يأكدوا الكلام اللي انا بقوله ده. في نهاية حواري مع استاذنا الدكتور محمد مرسي، شخصية اللي أنا سعيد جدا بحواري معاه النهاردة، أشكرك يا أستاذ عمرو، وفعلا أنا فخور جدا بأن احنا عندنا أمثالك دكتور محمد في مصر وأفكارك أشكرك. ويعني أنا لا أجاملك لكن أشعر بذلك وسعيد بآرائك. اسمح لي أنك أنت في نهاية هذا الحوار توجه رسائل لكل من أقباط مصر، رجال الأعمال المصريين، المستثمرين الأجانب، الفنانين والمبدعين، عمال مصر، الفلاحين، الصعايدة، أهلنا في سيناء، المرأة المصرية، اتفضل تحب تقول لهم ايه؟ إلى الجميع أولا رسالة عامة، أهلي أحبائي إخواني أبنائي وبناتي، أنا من هذه الأرض الطيبة من طين مصر، أنا بحبكم وعلم الله سبحانه وتعالى، خايف عليكم، نفسي المستقبل يبقى أحسن، خدوا قرار صح، مفيش مجال للتردد. الفئات اللي حضرتك قلتها، نعم، الى اقباط مصر اشقاء الوطن لهم كل الحقوق، حقوقهم في رقبتي ياخدوها كامله. نعم، المراه المصريه، الى المراه المصريه، امي، زوجتي، اختي، ابنتي، زميلتي، العامله المصريه، المعيله، وست البيت المربيه، مصانع الرجال،
المرأة المصرية مصانع الرجال. أين الرجال؟ عايزين رجالة بجد ولاد بلدي يطلعوا من مصانع الرجال بوظيفتها بتعلم ولادها وبتعلم اللي حواليها، بتنتج تجوع ولكنها لا تتدنى بأخلاقها أبدا. المرأة المصرية هذه لها كل الفضل على أولادها وزوجها وأخوها والتلميذ اللي بتعلمه والتلميذة. المرأة المصرية روح الوطن، احنا عايزين روحنا تبقى في جسدنا دايما. الفلاحين والصعيدة، الفلاحين المصريين الصعيدة أولا بنات الوطن. نعم. الرجالة مش بس أجساد ولكن كمان عقول. الصعايدة المصريين أكتر ناس بيحبوا بلدهم وأكتر ناس بيساهموا في بنائها وأكتر ناس حريصين على مصلحتها طول عمرهم كانوا وما زالوا. أرى فيهم مستقبل عظيم لمصر في استكمال بنائها إن شاء الله. رجال الفلاحين، الفلاحين فلاحين، أنا فلاح صحيح، أنا رحت القواعد وشفت الطيارات والغواصات وعندي ملفات وعارف اول حاجات دي، لكن ابدا ابدا منسيتش يوم من الايام ان طالع من الطينة دي. عشان كده نعرف مشاكلهم وبزورهم، والكيماوي والتقاوي والمحصول والبيع والارض والبهايم والكسب والمشاكل والارض والعربيات والحمير والمية والسولار، انا حافظها كلها، والبرسيم والقمح والذرة ودلوقتي الرز بيتشتل والقطن عايزينه يرجع والمغازل. انتوا في قلبي من جوه، اهلي. الشباب تقول لهم ايه؟ الشباب سواعد الوطن. انا مش عايز اقول رجليه عشان يزعلوا، بس الوطن بيقف عليهم، هم السواعد وارجل هذا الوطن، هم المستقبل. انا عايزهم ينتجوا، يتجوزوا، يبقى لهم دور، يتخرجوا من الجامعة على وظائف محترمة، يساهموا في بناء منظومة تنمية وطنهم في المستقبل بجد، ويبقوا قادة بعد كده ورئيس جمهورية وغيره إن شاء الله. الفنانين المبدعين، فنانين، الفنانين هم النسمة الطيبة الرقيقة لمصر. أتمنى أن تكون دائما غير ملوثة وألا تمر على مستنقعات، وأن يكونوا حاملين للرائحة الطيبة دائما للمصريين وأولادهم. رجال الأعمال المصريين، رجال الأعمال المصريين بنات الصناعة والتجارة والتصدير والاستيراد، العقول النيرة، أصحاب الحق الكامل في أن أموالهم تكون مؤمنة وجهدهم مشكور، وإن شاء الله دورهم كبير جدا. أنا شخصيا بأعول وأعتمد بعد الله عليهم كتير جدا في مستقبل مصر. عندهم 17 مليون مصري بيشتغلوا عندهم في القطاع الخاص. المستثمرين الأجانب أهلا بهم، آمنين في مصر، لهم كل الحماية والرعاية، الرعاية الأمنية والرعاية الاستثمارية في المشروعات وسرعة إصدار التصريحات ودراسة المشروعات والاستقرار الحقيقي، ولا تأميم ولا إتاوات ولا تراخيص مؤجلة، وخدمة ببنية تحتية خادمة حقيقة لمشروعاتهم، سواء كانوا من العرب أو من غير العرب، الأجانب كلهم في مصر أهلا بهم في مصر. إلى منافسيك، أنا عايز أقول للكل مصر أمانة قدامنا. عندي أنا، اللي أخطأ يعتذر واللي ساهم في جناية يسلم نفسه. المصريين متسامحين بس مش هسيبوا حقه، مش هرجعوا تاني للماضي أبدا. لازم يفهموا الكلام ده كويس. كلمة أخيرة توجهها إلى مرشحيك في انتخابات الرئاسية وإلى أيضا المختلفين معك، تقول لهم إيه ونحن على أعتاب انتخابات رئاسية يوم السبت والأحد القادم؟ اذهبوا إلى الصناديق، احموها، امنعوا التزوير، خدوا قراركم في اتجاه الثورة، دي مصلحتنا كلنا. أنا بحبكم، حريص عليكم، عايزكم تختاروا كلكم المصلحة لأولادكم ولمستقبلكم. أنا متأكد أن كنتوا هتعملوا كده. أشكركم سهرتكم معايا.
وانا اشكرك جدا من كل قلبي، اتمنى لك كل توفيق وكل نجاح. انا سعيد جدا وفخور ان انا قعدت مع حضرتك النهارده. شكرا. رجل له يعني هذه القيمة. أشكرك جدا وأتمنى لك دائما يا دكتور كل توفيق، وأن يكرم الله جهدك إن شاء الله بكل نجاح إن شاء الله جميعا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا. ده كان حوارنا مع المرشح المحترم لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد مرسي في 90 دقيقة، حلقة ممتدة حتى الثانية صباحا، حتى نستطيع أن نتعرف عليه أكثر وأكثر، أن نقترب منه كثيرا ونعرف أفكاره، ماذا يدور، بماذا يحلم لمصر. أشكركم جدا جدا، أتمنى لمصر كل حب وتوفيق ونجاح، ولكم كل سعادة. أصبح على خير.